الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. كل سنة وأنتم طيبين. خلال ساعات بإذن الله بيحل علينا شهر رمضان الكريم. يا رب بإذن الله تكون أيام مباركة على كل الشعب المصري والأمة الإسلامية في كل مكان يا رب بإذن الله. وتعدي الفترة اللي احنا بنعيشها بسبب موضوع فيروس كورونا على خير يا رب بإذن الله. ويسلم الجميع كل شعوب العالم الفترة الجاية إن شاء الله الحياة تكون أفضل وأفضل، والناس ترجع لمناحي الحياة من جديد بعد فترة كانت صعبة جدا بسبب موضوع انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم. النهاردة في برنامج الأهلي الليلة عندنا فقرتين مهمين جدا، لأن الفقرة الحوارية الأولى هنتكلم على وجهة نظر الإعلام وجهة نظر الصحافة في بعض القضايا الرياضية اللي ظهر بشكل كبير على السطح خلال الساعات الأخيرة، سواء فيما هو متعلق باستئناف النشاط، قرارات اتحاد الكورة أو السيناريوهات المتوقعة بالنسبة للفترة القادمة، أيضا قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس بعدم المساس وبرواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية وجدولة بعض المستحقات خلال الفترة القادمة، مع كمان تقديم بعض المقترحات بخصوص تنمية الموارد بالنسبة للظرف الراهن اللي بالتأكيد الرياضة بشكل عام بتعيشه والأندية بشكل خاص بسبب هذه الفترة الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا. الفقرة الحوارية الثانية كمان هنتكلم عن اللجنة العليا للجان وبعض الأفكار وبعض الإطروحات اللي تم يعني طرحها خلال الشهر الماضي وبعض المبادرات اللي تم ابتكارها من اللجنة العليا للجان، وإزاي بقى تم تنفيذ ده على أرض الواقع خلال الفترة الماضية ونتائج الملموسة اللي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وكمان بعض الاقتراحات والمبادرات والأفكار في الفترة القادمة. لكن في البداية أبدأ بالفقرة الحوارية الأولى اللي بيشرفني وبينورني فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري. والنهاردة حظنا كويس لأن عندنا قضية مهمة جدا، ومن حسن حظنا وجود الأستاذ محمود صبري عشان نسمع رأيه ونشوف برضو المعلومات والكواليس في هذه الملفات، لأن أكيد ملفات شائكة وليها علاقة بالمستقبل، ليها علاقة بالكورة والرياضة الفترة الجاية، واللي هيحصل في الأربع خمس شهور الحاليين النتيجة أو الأفكار أو المناقشات اللي بتتم في الفترة الحالية تأثيرها سواء إيجابي أو سلبي هيظهر خلال السنتين ثلاثة الجايين. استاذ محمود برحب بيك، منورنا ومشرفنا وسعيد بالتاكيد بوجودي معاك في الفقره الحواريه. انا اللي سعيد معاك وان شاء الله تكون حلقه مميزه باذن الله تعالى. ان شاء الله كل سنه وانت طيب يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. رمضان كريم ان شاء الله. ربي رمضان كريم على الامه الاسلاميه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هبدا معاك يا استاذ محمود بقرار مجلس اداره النادي الاهلي بالامس بعدم المساس برواتب العاملين والاجهزه الفنيه والاداريه خلال الفتره الحاليه مع جدولتها الفتره اللي جايه، كمان عدد من الاقتراحات والافكار اللي ممكن تتم مناقشتها في اجتماع قادم وغالبا هيكون في اسرع وقت عشان تنميه الموارد ومواجهه الظرف الراهن وتاثيره المالي والاداري على الانديه خلال الفتره اللي جايه. بص يعني اولا قرار مجلس اداره النادي الاهلي يمكن ليه بعد مهم جدا، انه ملف الكوره والتعامل معاه ده بيبقى بيد الكابتن محمود خطيب رئيس النادي وهو المفوض ملف الكوره. الجزء الثاني الخاص بالعاملين في النادي يعني يستحق ان هو النادي لازم يساندهم في الفتره دي، وده مش غريب على الاهلي، يعني دايما لازم يقف مع اولاده ويقف معاهم في الظرف الطارئ ده اللي كله بيمر بيه. لكن ملف يعني انا على الصعيد كراجل كمتابع انا كنت اتمنى ان يبقى في خطوه يعني من لاعيبه النادي الاهلي نفسهم تجاه ناديهم في الفتره الحاليه دي. يعني مجلس الاداره طبعا حريص على الحفاظ على المستحقات والمكتسبات الماليه للعيبه، وطبعا عارف الظرف الطارئ اللي بيمر بيه، لكن كان ينتظر على ما يبدو مجلس الاداره ان تكون هناك خطوه من نجوم الكبار بمساندة النادي بالخروج بمبادرة من جانبهم، لكن على ما يبدو أن هذه الأمور لم تكن يعني في مطروحة بالصورة المطلوبة. يعني أنا كمتابع على المستوى المشهد العام حتى على مستوى أندية الدوري بصفة عامة الأهلي أو الزمالك لم يخرج حتى الكرة المصرية الكرة المصرية لم يخرج حتى من اللاعبين الكبار للخروج حتى لمساندة أنديتهم في هذا الظرف. والحديث يعني شفنا احنا وتكلمنا على برشلونة عمل إيه، إدارة النادي عملت إيه، ميسي عمل إيه، بايرن ميونخ عمل إيه، أرسنال عمل إيه، يعني عاوز أقول لك إيه، في كثير من المبادرات اللي هي بتعكس حالة الترابط المهم جدا ما بينك وما بين ناديك وما بينك وبين جماهيرك، لأنه دي الحاجات دي الجمهور مش هينساها ولا يمكن تسقط من الذاكرة، مثل هذه اللقطات الإنسانية الرائعة أنك أنت تقف مع بيتك في ظرف بيبقى محتاج منك أنك أنت تقدم له مبادرة. ولكن على مبدأ هناك وجهات نظر أخرى، مجلس إدارة النادي الأهلي يحترم الكلام ده، ما حبش يضغط على حد بس ترك المسألة للظروف. ولكن أعتقد أنه لو الأمور يعني استمرت يعني الى ابعد من ذلك اكيد هيبقى في يعني قرارات واكيد هيبقى في يعني تصرف اخر، لان المساله
مش مساله انه النادي الاهلي بس، ده كل الذين يتعاملون مع النادي الاهلي بيمروا بنفس الظروف. يعني شركات الراعيه نفسها يبقى عندها ازمه انها توفر السيوله الماليه في هذا التوقيت، ايضا حتى نفس الشركات نفسها اللي هي اصلا بترعى هيبقى عندها ازمه في ظل الحاله اللي احنا شايفينها. فاعتقد انه مجلس إدارة خد القرار الصائب يعني في الوقت الحالي، في التوقيت الأمثل. في التوقيت الأمثل دلوقتي، ما حبش يصير البلبلة، ما حبش يعمل مشكلة، ولكنه يعني أنا وجهة نظري ألقى بالكرة في ملعب اللاعبين مرة أخرى، وتاركا الأيام الجاية هي اللي تحكم على الموقف ومين اللي هو هياخد القرار إن شاء الله. لأن كمان جزء من القرار دراسة الموقف بعد شهر 7. طبعا أنت بتتكلم في مرحلة حالية شهر 4 لغايه شهر يوليو، بعد يوليو لا قدر الله والنشاط فضل متوقف، اعتقد الرؤيه هتبقى في مشكله، هتبقى مختلفه هتبقى تماما. هيبقى الوضع مختلف، خاصه انه كده مثلا عوده النشاط هيبقى على المحك، هل هيبقى في وقت في الظروف دي؟ خاصه انه خلاص انت عارف دلوقتي يمكن النهارده احنا في يعني قلنا النهارده الاهرام كنا ناشرين حوار لطارق البشماوي رجل تونس القوي في الفيفا، بيتكلم كان مع صحيفه فرنسيه، فاتكلم على جزئيه عوده النشاط في العالم، لن يستطيع احد ان يعيد النشاط الا بامر الفيفا نفسه، يعني الفيفا، وكمان العوده فيها خطوره الا اذا تم تقويض منظمه الصحه، الا اذا تم تقويض المرض نفسه، لانه مساله ان انا اقول لك ارجع ولسه المساله مستمره هتبقى فيها مشكله. كمان قال لك انه اتحدث ما بعد كورونا ستكون هناك ضربه كبيره جدا لاسعار اللاعبين المرتفعه كثير، والتعاقدات ستنخفض بصوره مذهله، وده يعني هو تفسيره انه ده في الصالح، لان المسائل تخطت ارقام خياليه ومبالغ مبالغ فيها جدا، ويعني اتكلم بصراحه بكلام كبير جدا انه لن تعود الحياه للملاعب الا عندما يشعر الفيفا انه تسلم تقرير رسمي بان تم القضاء على فيروس كورونا. وده ان دل على شيء بيدل كمان ان الازمات الماليه اللي هتبقى بتتعرض لها الانديه خلال الفتره اللي جايه ده مش فتره وقتيه. لا مش فتره وقتيه، لا ده اثارها لسه هتبقى مستمره، وانت كلاعب وكعنصر اساسي من المنظومه المفروض تشعر وتعيش اللحظه اللي بيعيشها ناديك وادارته وجماهيره، انك انت المفروض يبقى عندك المبادره، يبقى عندك يعني الخطوه. يعني يا اخي اكبر خطر ناديك في الظرف زي كده، ما هو لم يتاخر عنك، لكن انت في لحظات ما تبقاش انت تعيش مثلا لنفسك وترك الامر. لكن عاوز اقول لك انه مجلس اداره الاهلي فاجئ الجميع بصراحه، يعني وكل الكلام اللي اتقال على انه في اتجاه لتفاوضات، ولكن راى وجهه نظر اخرى انه احترم التعاقدات وبقي الامر كما هو عليه انتظارا لما تسفر عنه الايام، وهل سيعود النشاط في شهر مايو او شهر يونيو او متى سيعود، سيكون هناك قرار ازعاد، سيكون هناك زلمه، سيكون هناك قرار اخر اعتقد مختلف، سيكون هناك طرح جديد، سيكون محل نقاش اكيد من مجلس الاداره اللي هو فوض الامر كله في المجمل للكابتن محمود الخطيب، ورئيس النادي هو المسؤول عن ملف الكوره، واللي بيعرف يتعامل هو بيعرف يعني ياخد القرار المناسب اللي بيفيد يعني النادي وجماهيره. اكيد استاذ محمود، عايز برضه اقول لك على فكره وطرح اناقشه معاك واسمع وجهه نظرك. نادي اليوفنتوس لما فكر انه يخصم مرتبات او يتفق مع اللعيبه على خصم مرتبات مده 4 شهور حسبها بالورقه والقلم، لقى نفسه هيوفر 90 مليون يورو. فقال لك ال 90 مليون يورو دول هيخلي النادي يقدر يستمر في صرف مرتبات ولا يعتمد على دعم الحكومه في البطاله الجزئيه لباقي العاملين على الاقل حتى نهايه 2020. نادي ارسنال لما فكر في فكره التخفيض مع لاعبيه، ارسنال كان وضعه مختلف، فكر في التخفيض لمده سنه و12.5% عشان لو ما كانش فكر في هذا التخفيض كان هيوصل لمرحله هيقترض ما لا يقل عن 250 مليون من البنوك، ولطالما الانديه وصلت لمرحله الاقتراض يبقى انت على خطوه من البيع. طبعا خلاص، فالفكره مش خصم عشان ازمه ماليه، لا الفكره الخصم عشان المؤسسه تقدر تستمر في نشرح ده للناس. لا كمان في، عاوز اقول لك على حاجه، يمكن لو رجعنا بالقرار بتاع برشلونه وتخفيض 70% بعد كده صدر بيان من ميسي مزبوط. وتضمن البيان عباره مهمه جدا، قال لك على الا يتم المساس باجور العاملين والموظفين والاداريين الموجودين في النادي مزبوط. لان دول عندهم ظروف صعب، احنا ممكن نكون عندنا يعني نتحمل الضغوط دي كلها، لكن دول يجب ان يتحمل. انت في هذه الاوقات بتبقى محتاج مثل هذه النوعيه من المبادرات الانسانيه الرائعه المحموده اللي الناس مش هتنساها. صح. ثانيا مردوده على المستوى البعيد كبير جدا ربما لا تشعر به الان خلاص، لكن يعني يجب على كل يعني
لاعب او رياضي لا ينظر على ما اعطى او تنازل، يجب ان ينظر الى ما بقي، وما بقي هو الحب وهو الارتباط بالمكان وبالأسرة الكبيرة. هذا هو الأشمل والأعم والأخطر. لما يكون احنا بناخد من أوروبا، بنشوف الناس اللي شافها مثل الوقود، هي أخذت أوروبا، وديت أوروبا خطوات مهمة وتفاعلات كبيرة جدا ومبادرات كتيرة جدا، يمكن لو اتنشرت واتقالت كنت أتمنى أن يكون عندنا خطوة في 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 المجال، زي ما كنت اتمنى زي ما عملت وزاره الرياضه في خطوه جمعيه المحترفين وتبرع. يعني ايه مليون جنيه؟ لا، مليون جنيه مبلغ قليل جدا، كان على الاقل 5 مليون او 10 مليون جنيه تبرع، وكان لابد للجامعات المحترفين كلها دور اقوى كما تتغنى بالانجازات اللي هي بتعملها ووقفتها كمان مع عندية القسم الثاني. يعني ما تقوليش مليون جنيه ما عملش حاجه، ده دورها. لا، وانا بكلمك اهو، ده دور اساسي انك انت في الحاله دي انك تطلع وتقول انا تبرعت، انت منتظر الدعوه ليه؟ ده انت عندك، يعني كان المفروض تاخد خطوه انك انت تعمل 5 الى 10 مليون جنيه مساندة للأندية دي بصورة كبيرة جدا وللعيبة اللي هي ما أنا بكلمك إيه، ما هو الأندية القسم الثاني الثالث الرابع زي ما أنت شايف. فالمشهد العام عندنا في مصر لا محتاج بأمانة شديدة. عاوز أقول لك على حاجة، لا أنا حزين وكنت أتمنى أن الموضوع يجي من اللعيبة ما يجيش من إدارة الأندية. إدارة الأندية بتعيش مرحلة صعبة جدا جدا على المحك، ما بالك الأندية الكبيرة اللي عندها ميزانية ضخمة بتعاني، ما بالك بالأندية الصغيرة حقيقي. هتعمل إيه دلوقتي؟ خلاص كله بيفكر الخوف، لما تسمع الكلام اللي بيتقال إنه كله بيفكر خايف من فسخ العقود في الظروف دي. كمان المسألة داخلة إنه الأمر بتاع الأزمة الحالية مودينا في سكة تانية، هناك في دراسات بتتعمل برة وكلام جاي وبتعمل على مراحل انه بيؤدي الى اكتئاب نفسي وبيؤدي خطر على الصحه العقليه وبيؤدي على التاثير. يعني عاوز اقول لك ايه، المساله مش سهله. فيعني اعتقد انه يعني انديه الدوري ولاعبتهم ولاعيبه الاهلي والزمالك والانديه الكبيره محتاجه بالفعل ان هم يقعدوا مع بعض، ان هم يتكلموا مع بعض ويشوفوا الخطوه اللي هم يعني اخذوها دي، هل دي صح؟ هل يتوجب الكلام ده؟ هل مش المفروض تعيش مع ناديك وجمهورك انك تتعاطى هذه المرحله ويطلع منك قرار وتقول ان انا هعمل كذا كذا كذا؟ انا حزين انه ما حدش خد المبادره دي وصار عليها او شاف الدرس من الناس الثانيه مع الفارق. يعني حتى لو قال ان العقود مختلفه، لا انت عقودك برضه هنا مختلفه عن اي مكان ثاني. المعيشه الاجتماعيه والظروف الحياتيه لا 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 لا، موقف غريب وحزين انه ما فيش حد عمل خطوه في مساندة بالفعل لنادي او اي حاجة. لا، تحتاج بالفعل الى مراجعة كبيرة جدا من النجوم الكبار. يعني هل الناس مش واصلة لها، حتى لعيبة الكور او حتى الناس في الشارع مش واصلة لها ان ممكن الوضع الحالي يخلي الاندية ممكن تقترض من البنوك، ومعنى ان النادي يقترض من البنوك دي بتبقى ازمة كبيرة جدا. يعني برشلونة اتخذ امبارح خطوة جزء من فكرة تنمية الموارد عشان ما يتأثرش بسبب الازمة المالية، ان هو هيطرح اسم استاد برشلونه اللي هو الكامب نو لجهه اقتصاديه تستثمر في بس لمده قصيره، مده سنه لمده قصيره بحيث يبقى في عائد مادي. وكمان عنده تخوف ان مش هيلاقي الجهه اللي ممكن تستثمر، لان المستثمرين اللي شغالين في الانشطه التجاريه الخاصه بيهم اللي هم بياخدوا الرياضه كجزء استثمار معين، هو عنده ازمات اصلا في شركاته وفي قطاع التجاري طبعا. فمين اللي هيجي مثلا يستثمر في برشلونه وياخد اسم الاستاد لمده سنه ويدفع مثلا في 100 مليون يورو او 200 مليون يورو؟ ده نفس الكلام ده ريال مدريد بيقول لك عاوز العب مباريات، لو الراجل الدوري رجع العبه على ملعب دي ستيفن مش هلعب على الملعب الكبير البرنابيو. ماشي، فبرضه كله بيفكر وبيدور على طبعا ما خلاص، بس الموضوع اكبر من قدرات اي حد. ده الدول بتغرق استاذ محمد، دول بتغرق في ظل الظروف دي، ما بالك بأندية كوره واستثمار ويعني حاجات مش في الحسبان اللي بتحصل. فانت الان اعتقد انه كان الهدف من الاجتماع مجلس اداره الاهلي امبارح انه يعني تم طرح العديد من المشاريع الاستثماريه او الافكار، اللي هو طبعا يعني يمكن من خلال تواصل كابتن محمود مع اعضاء مجلس اداره، وكل واحد طرح الافكار عديده جدا ربما تاخد وقت عشان يتم تنفيذها في ظل الظروف دي. لكن اعتقد انه التفكير، حتى انت لو نجحت في تطبيق فكره واحده في هذه المرحله وقدرت توصل لرقم نجحت، يبقى انت نجحت. اكيد محتاجين بعض الافكار، بس افكار ممكن تكون مقبوله لتنفيذ على ارض الواقع في الفتره الجايه، وممكن يكون في مداخيل ماليه في اقرب وقت عشان تواجه الازمه الماليه اللي ممكن بيتعرض لك جميع. لان انت عندك الموارد اللي ممكن تيجي من الكره يا استاذ محمود، تتكلم في رعايه، تتكلم في بث فضائي،
جزء ثالث طبعا كنت ممكن تستفيد بيه، بس انت للاسف مش موجود معاك اللي هو الجزء التيكتس اللي هي التذاكر الموسميه وحضور الجماهير. فانت مواردك اصلا في الكره في مصر قليله جدا، ده يعني انت بقدر كان بتحاول تعلي القيمه الماليه لمورد منهم عشان تغطي امور كثيره ده يعني عايز اقول لك يمكن في يعني دول عربية مثلا، لو انت بصيت مثلا المغرب مثلا سبقتك في كذا حاجه اتعملت، اللي هي المباراه الافتراضيه وبعت حجم تذاكر برضه بيبقى مشاركه من الجمهور، تيشيرت النادي مكتوب عليه ضد فيروس كورونا وتيشيرت من التيشيرتات القديمه بتاعت مثلا بعض الفرق العربيه اللي هي من زمان من 30 سنه من زمان. انا بتكلم بيبقى هنا في ايه؟ بعض الافكار هنا، في بعض الافكار هنا انت محتاج تعمل يعني لازم تفكر، ويبقى في مجموعه عمل تفكر انه في شغل يبقى يعني نعمل ايه، يعني كل ده بيبقى هدفه ايه؟ هدفه الاساسي انك انت بتدور على مورد تخرج بيه من الازمه، حتى انك انت ممكن الناس دلوقتي قاعده في البيوت مجبره على القعده، انت بتحاول دلوقتي توصل وتشغل مباريات قديمه وتجيب في التاريخ ويعني ولقطات مهمه، انت ممكن هنا تستدعي تاريخك كله. مظبوط وتعمل عليه شغل. في الاجيال الحاليه ممكن ما شافتش نجوم، النجوم اللي الناس بتسمع عنها، ما شافتش مباريات شهيره، ما شافتش مباريات مهمه، ما شافتش لقطات، يعني ممكن يتعمل عنها شغل وتعمل. يعني عايز اقول لك في تفكير عام انت بتحاول توصل لنقطه انك انت تحافظ على المكان، تحافظ على المكان ده وعلى المؤسسه دي. المؤسسه دي لن ينجح فيها شخص واحد، سينجح الجميع بايه؟ بمزيد من العمل، بمزيد من التضحيات، بمزيد من الخطوات الايجابيه مش بالسلبيه. مش بان انا افكر في نفسي بس، لا، انت لازم ما دام انت عايش في المجتمع لازم تفكر في اللي حواليك، ولازم تشعر باللي حواليك. والله تشعر بازاي، تفكر بازاي، دي حاجه ترجع لك، لكن عاوز اقول لك الدرس والموقف مش هيتنسي. طبعا. مش هيتنسي. ولا انا هنساه، ولا محمد هنساه، ولا الجمهور هنساه، لا بالعكس، هيجي في ايام يقول لك فاكر سنه كذا حصل وطلعت وفلان وفلان عملوا موقف ايجابي وكانت مفاجاه من الجميع. هو ده اللي هيفضل الباقي، يعني الباقي اللي هو مش اللي اخذ منك. لا، مش اللي انت اديته. حقيقي. الباقي اللي هو قاعد، اللي انت اللي الناس هتفتكره لك. حقيقي فعلا. باللقطات المهمه جدا، فاعتقد انه مجلس اداره الاهلي هيبقى حريص جدا على يعني اعتقد في التواصل في الفتره السابقه واللي جايه، على بحث على العديد من الافكار اللي ستقدم، ستكون يعني ربما طرح لمحاوله استثمار اسم النادي بشكل باقامه فعاليات مهمه جدا، طبعا اكيد هيبقى تستخدم تاريخ مثلا استخدام كمان يعني شعبيه النادي وجماهيره مش هنا بس بره وجوه للبحث عن تمويل، وده هيبقى بطل هذه اللقطه هو جمهور الاهلي. دايما النادي الاهلي بيبقى ليه السبق والرؤيه والافكار المبتكره، ونتمنى يا رب الفتره الجايه تكون الحاجات اللي بتحصل دي او موضوع فيروس كورونا فرصه طيبه ان احنا نخرج بره الصندوق. لا ما يبقى في افكار بره الصندوق نشوفها الفتره الجايه. انا بقول لك فيروس كورونا ده له وجه اخر ايجابي رغم الوجه المرعب. اكيد. يعني ادى فرصه، يا في ناس استوعبت الدرس وشافت قد ايه ظلمت نفسها وازاي الماديات سيطرت على العلاقات. وانك انت رجعت وشفت بيتك واسرتك واولادك وحبايبك، يعني ما بتشوفهمش، تسمعهم في التليفون، تسمع اصواتهم، تكلمهم، تقعد مع نفسك، تراجع نفسك، يعني عاوز اقول لك ايه؟ اذا كان هناك جانب سلبي وسلبي كبير ومرعب بتاع، لكن هناك جانب اخر اعتقد الناس كتير يعني اتمنى اللي عاوز يستفيد من الدرس هيستفيد، واللي عامل نفسه مش شايف برضه هيستمر ان هو مش شايف. طيب ده جزء اقتصادي وجزء تجاري متعلق بالازمه الاقتصاديه بسبب موضوع فيروس كورونا وتاثيره على النشاط وتعليق المباريات. طيب المباريات ترجع بقى، ده بقى الجانب الفني اللي هو مش هقول دور الانديه بس، لا ده دور الاتحاد المصري لكره القدم في المقام الاول. طبعا احنا متوقفين عن المباريات من 12 مارس، النهارده بنتكلم في 22 ابريل، يعني بنتكلم بعد 40 يوم ابتدت الناس تفكر في سيناريوهات، طبعا متاخرين جدا. طبعا. ممكن الناس تقول لك ما هو انت ممكن ترجع في 6 او 7، انت مستعجل على الناس ليه؟ ما اصل ما حدش عارف بكره في ايه. بس الناس بره في اوروبا اشتغلت على ان ازاي اللعيبه تنزل التدريب وهي مؤمنه، مش الماتشات ترجع بس ازاي. فالناس بتشتغل وتحط افكار، هيجي وقتها الجو العام يسمح هتتنفذ، الجو العام ما سمحش في سيناريو تاني. هنا هولد، مفيش معلومه الا امبارح كده في شويه تفاصيل بس برضه مش واضحه.
انت لو يعني اكيد انت طبعا متابع اللي بيحدث على يمكن رئيس الاتحاد الاوروبي قال لك لا ليس لدينا مفر الا بعود اعاده النشاط بدون جمهور، وعلينا نتحمل القرار المر او الصعب لكن لازم نرجع بدون جمهور. وحذر من ما فيش اي اتحاد بلد ياخد قرار بالغاء بسبب لانه يتحمل نتيجه قراره. يعني المساله كلام واضح. لا كلام مش بس تعال يلا بينا نلغي مسابقه الدوري 4 5 6 يا عم احنا ما بقاش نسيب، تعال نبوظها على المتصدر، نعمل كرسي تعال نعمل بقى نعمل هيصه وخلاص واي فيلم وكده. لو تفتكر ان احنا في حلقه اللي قعدنا بينا فيها مع بعض من اسبوعين ثلاثه واتكلمنا مع النقطه دي وقلنا المفروض يبقى ايه هناك ورشه عمل داخل اتحاد الكوره صح لاعداد اكثر من سيناريو في حاله جدة جديد وتم اتخاذ قرار مثلا بعودة النشاط اذا الامور يعني ان شاء الله مثلا يعني انت معاك شهر رمضان كله مش هيبقى في حاجه خلاص اكيد، لكن انت في خلال شهر رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى يعني كرادة ربنا ماشي يكون تدخل فيما يحدث وتتطور الامور ان شاء الله للافضل. ايه السيناريو اللي انت اعددته لعودة المسابقة؟ كل الكلام اللي طالع هيقول لك ايه لما عملنا زي تحقيق سألنا كل المدربين قال لك لا كل الأندية تحتاج على الأقل من 30 إلى 40 يوم فترة إعداد. ما هو برضه الأندية يا أستاذ محمود يعني طريقة لكلام حضرتك في الجزئية دي تحديدا مش عارف أنا حاسس إن كل نادي بيحسبها حسب اتجاهه الشخصي أو المصلحة الشخصية. ما أنا بكلمك أهو قول أنت على الأقل هيحتاجوا 15 أو 3 أسابيع على الأقل زي ما أنت شايف، أنت عندك بايرن ميونخ النهاردة نازل التمرين النهاردة الأسبوع الثاني. مظبوط. خلاص والدوري 9 مايو ما انا بكلمك اهو وعامل شغل وعاملين احتياطات ويعني احتياطات يعني شغل عالي جدا في الدوري الانجليزي اكيد بيفكروا يعني هيتجننوا عشان يرجعوا المسابقه الدوري. الدنيا عامله عندهم يعني وليفربول وجماهيرها تتجنن من مساله ان ممكن يتلغي المسابقه ده بقى قرار رئيس الويفا يمكن حسم الامر شويه. انت هنا الطرح مش واضح لكن انا مش عاوز اقول ممكن يكون هم شغالين واحنا ما نعرفش ماشي لكن هو مفيش حاجه ما انا بكلمك اهو هو مفيش حاجه يعني ايه ما طلعتش قلت ان انا بفكر في 3 سيناريوهات في 2 في 4 انا ممكن نعمل لو حصل لو رجع هيبقى كذا كذا هندي فتره كذا كذا يعني المفروض يبقى ايه عندك خطتك خطه 1 و2 و3 وتعلن يا وتعلن وتقول لو حصل كذا كذا هيبقى كذا لو حصل كذا كذا هيبقى كذا لو حصل يا جماعه عشان تبقوا واخدين بالكم قرار نهائي أسوأ كذا ما انا بكلم قرار نهائي ان لن يتم الغاء مسابقه الدوري وده اللي اتقال في اخر تصريح لكابتن محمد فضل يمكن اللي هو من 48 ساعه انه يعني ايه ما فيش حاجه اسمها الغاء المسابقه وانه الدوري محتاج 75 يوم عشان ينتهي في الفتره دي ونقدر نلم المساله ده كلام هايل لكن طب ايه السيناريوهات اللي انت عدتها عشان يتم استئناف المسابقه؟ طب هتلعبها في كل الملاعب ولا تقتصر على ملعبين او 3 زي ما الناس الثانيه بتفكر برضه؟ ما هو الطرف الثاني بره بيحط لك برضه للناس بيحاول يخرج الناس من ايه؟ ينتشل اللعيبه والانديه من حاله الاحباط النفسي. مظبوط. لانه كمان في تقرير اتعمل امبارح بيقول لك هو مش الخطوره من الفيروس بس الخطوره من الضغوط النفسيه والعصبيه والقلق على اللعيبه لما يرجعوا ويتراجعوا مع بعض ويحتكوا ببعض هيبقى في حاله خوف على فكره. قال لك ده محتاج اعداد نفسي ومحتاج ان الكل يبقى مستعد ومحتاج ان الكل يبقى واخد كل الاجراءات اللازمه حقيقي وهتبقى على فكره هتبقى عوده مثيره مليئه بالمواقف مليئه بالقصص وهتبقى فيها حكايات يعني ايه جانبيه واطراف وبين اللعيبه ومش عارف مين ومنع اللعيبه من كذا وازاي يعني عاوز اقول لك ايه مساله مش سهله مساله يعني ايه انك تكسر الحاجز ده وترجع في التعامل مع جو جديد اعتقد انه هيبقى فيه قرارات مهمه جدا هتبقى فيه حاجات بره هم هيطبقوها نحاول احنا نشوفها ونتعلم منها. اتمنى ان اتحاد الكوره واللجنه الحاليه انها تضع السيناريوهات وتدرس الامر بصوره جيده وتخرج على الاقل على الاسبوع المقبل تقول نحن عندنا سيناريو 1 و2 و3 في حاله الحصول يعني ترتيب الاحداث بالصوره المطلوبه. طيب الاخبار الوارده او الانباء اللي بتتكلم في فكره الاجتماعات اللي تمت في الاتحاد او لان ما فيش حاجه رسميه طلعت بشكل مباشر او واضح ممكن نلعب البطوله الدوري في القاهره وفي اسكندريه. في ملاعب عندنا في القاهره كتير استاد القاهره الكليه الحربيه الدفاع الجوي بتروسبورت المقاولين العرب في اسكندريه عندنا برج العرب استاد اسكندريه في كذا ملعب في القاهره واسكندريه بحيث ان ما بيكونش فيه تنقلات او تحركات كثيره
حتى يعني معظم الانديه كلها او معظمها يعني لعبتها قاعده في القاهره والانديه كلها او معظمها في الاريا او في المنطقه الجغرافيه كده في ما عدا مثلا اسوان وجونه مثلا. ما انت ده ممكن فعلا يبقى وارد. ما هو ده بص انت عندك يعني القاهره اسكندريه السويس والسويس خلاص عندك ثلاثه دول ممكن يبقوا هم تجهز نفسك تعمل كل الاجراءات تجيب البوابات اللي بتعمل تعقيم مظبوط تجيب الحاجات اللي هي بتجهز وتحافظ تجيب تدي النصايح للعيبه بكذا كذا بالكلام اللي هيتقال بالاحتكاك بتاع يعني كل التصرفات الشخصيه والسلوكيات المفروض تتغير في الكلام يعني عاوز اقول لك ايه كل ما يثير القلق والتوتر علينا احنا نتراجع عنه ونغير سلوكياتنا ونلتزم ونتعامل وبتاع ماشي فاعتقد انه تقدر لو تاخد القرار يعني تقدر تعملها لان احنا عندنا تجارب احنا شفنا معانا كام سنه بنلعب دوري بدون جمهور ده دي اسهل قضيه بالنسبه لنا اسهل قضيه بالنسبه لنا يعني اكبر قضيه هناك في اوروبا الموضوع يعني ايه الموضوع بيبقى يعني ممتلئ من موضوع قاتل وصعب جدا لكن انت تقدر تعمله انك انت تختار الثلاث ملاعب دول اذا صدر قرار بانه عوده النشاط من الفيفا ومن الاتحاد الافريقي ومن الكلام ده تبقى عوده منظومه لانه الكل منتظر خاصه اتحادك الاتحاد الافريقي مثلا اجل البطولتين بتوعته دوري الابطال والكونفدراليه سابهم قال خلاص مفيش دلوقتي مش هاخد قرار فيهم لغايه ما نشوف الاحداث الا اذا لو لقى مصر والمغرب خدوا قرار باستئناف الدوري هيبدا يفكر في تحديد موعد النشاط في الحاله دي انت ما بقول لك ايه هو هيقدر ياخد القرار ده او حتى هو نفسه الكاف هيقدر هيسمح مثلا لمصر او المغرب ترجع الا بدون ان هو المسؤول زي الاتحاد الاوروبي هيبقى في عنده قرارات هياخدها عشان يحافظ على الافريقي الاتحاد الافريقي لا ولا له علاقه ولا هيسال فينا ولا هيسال فينا ولا ملوش دعوه فينا خلاص يعني ده في حته ثانيه خالص انت لعب الدوري بتاعك زي ما انت عايز زي ما انت عايز مشكله يعني مش زي الجماعه التانيين دول بيسال مهتم وده رايح ده كويس زي الاتحاد الاوروبي انا اعتقد يعني ان هو زي الاتحاد الاوروبي المفروض يبقى متابع مهم عنده ان الناس دي مهم جدا لانه كمان التنقلات كمان يعني بطوله افريقيا في بتعرف المنفصل الاخيره في السيمي فاينال والنهائي الفاينال مش هيتلعب في الكاميرا الفاينال مش هيتلعب في الكاميرا والوضع ده اعتقد ما يعني اكيد ممكن تتغير الامور على فكره لو حصل الوضع في الكاميرون كارثي الوضع في الكاميرون كارثي يعني حسب معلوماتي سامو الايتو اخطرهم في الاتحاد الافريقي بالوضع انت هناك في الكاميرا الحالات الاصابات الرسميه تخطت ال 1300 الرسميه رغم ان الكاميرون اخر الدول الافريقيه او اخر الدول اللي في العالم كله وصل لها الفيروس يعني وقت ما احنا خدنا قرارات بايقاف النشاط الكلام ده الشهر الماضي كان الكاميرون لسه كان حلقه واثنين بس في اقل من 30 يوم تخطوا ال 1300 ده غير بقى طبعا الوضع الصحي والظروف هناك طبعا مختلفه عن اوروبا وعن مصر وشمال افريقيا ففكره ان البطوله تتلعب بالفاينل في الكاميرون لا ما طيب ما دام الاتحاد الافريقي ملوش دعوه بينا هو ملوش دعوه غير بدوري الابطال مش زي الاتحاد الاوروبي فاعتقد انه الامر بقول لك الفيفا نفسه ها لو ادى قرار بعوده النشاط في اوروبا مثلا ومختلف هيبقى عندك دافع انك انت تفكر انك انت هنا يعني ان شاء الله بعد تقويض الامر والسيطره على الفيروس هيبقى في امكانيه ان الامور ممكن ترجع يعني انت عندك شهر يعني الشهر الجاي هو الشهر الحاسم لغايه نهايه خمسه لغايه نهايه خمسه اعتقد هيبقى الوضع هو القرار هيبنى على ما يحدث على مدار الشهر الجاي ده ان شاء الله. طيب مع وجهه النظر او الرؤيه اللي تقول انك شكل لجنه اداره ازمات للموضوع ده بالذات بلاش والله ايه ما بحبش اللجنه متشائم من تشكيل اللجنه ما بحبش اللجنه إذا أردت لو بتحب تبوظ حاجة شكل لجنة شكل لجنة بس لجنة دي إدارة أزمة لجنة. دي إدارة أزمة أنت المفروض أنت داخليا عندك عندك موجود مفروض في الاتحاد ما يسمى بمن يدير الأزمة مين؟ الاتحاد نفسه يعني المفروض نفسه من الأفراد وعندهم القدرات والخبرات المفروض إن هم يديروا الأزمة لو أنا مش قادر أجيب حد يدير الأزمة أقول له تعالى فكر معانا قول له تعالى هات الأندية ومش تم الدعوه او مش الانديه دعت اتحاد الكوره المفروض لاجتماع لبحث الامر وبعد كده تعذر قال لك هنعمله بالفيديو كونفرنس ونسمع بعض ونتكلم الانديه اللي دعت مش الاتحاد اللي دعا الانديه هي اللي دعت قالت ده طلبت اتحادنا يعمل اجتماع تمام. يتكلم فيه ونناقش امكانيه عوده المسابقه امتى وازاي وكلام لان عندك سبع انديه عاوزين يلغوا والباقيين مش عاوزين يلغوا مين اللي يحسم الكلام ده الاتحاد بس الاتحاد صاحب القرار هو مزاج انا عاوز الغي ولا لا ما تقدرش تلغي مش قراره مش قرارك لا ده مسؤوليه كبيره جدا وتتحمل نتيجته فاعتقد انه ايه ما اعرفش الاجتماع ده المفروض كان يتعمل امبارح او يتعمل النهارده ويعني ايه بعد ما كان في صوت عالي اختفى الصوت وما شايفينش حاجه انه المفروض كان يتعمل بدعوه ليه هل هيتعمل الله اعلم لكن هو لو الاتحاد
يتعامل بواقعيه شديده، خلاص ادعوا رؤساء الانديه والقائمين عليها تعالوا نتكلم مع بعض ال 18 نادي ويتخذ القرار. تعالوا نتكلم نتخذ القرار. كل واحد يعمل طرح تصور كده. بس قبل ما نبدا الكلام نقطه مهمه جدا، لن يتم الغاء المسابقه. لا ايوه انت عشان ما بص عشان حتى لا تضيع حتى لا يضيع الوقت في كلام بدون طائل، لازم تبقى انت عامل اهداف لهذا الاجتماع. صح. لن يتم الغاء المسابقه لان المسابقه هتحدد بطل عشان ما نخشش نناقش ده. خلاص بقى مش هخش نناقش، ما دي اللي هتاخد القعده كلها، في الاخر النتيجه الناس هتخانق مع بعض. لن يتم الغاء المسابقه ولن يتم الغاء اي مسابقه لا في الدوري القسم الثاني والثالث والرابع، سيستمر الوضع على هو وهيتلعب تحت اي ظرف. السنه اللي فاتت الدوري انتهى امتى؟ 31/7 31/7 31/7 صح؟ والأندية 31/7 وتكمل ده تكمل في 9 يا محمد ده الكاس. نهايه الموسم نهايه الموسم لغايه اول 9 بالكاس. ايوه وبعد كده تلعب السوبر بعدها ما فيش اسبوع ولا 10 ايام والدوري بدا بعدها على طول السوبر المحلي. ما فيش نادي قال لك انا عايز 40 يوم اعداد. انا بكلمك اهو، ما ده بقى الغريب بالنسبه لي. يعني انا بكلمك اصلا، فانا عاوز اقول لك ايه، تعالى اعمل اجتماع بس حط نقاط اساسيه. ما هو الهدف من الاجتماع؟ الهدف من الاجتماع ان يا جماعه عاوزين ندور لحل، بس ما واحد الموسم سيكتمل تحت اي ظرف، غير كده لا. طيب محدش يناقشني في الجزئيه دي، يعني ايه اتحاد الكوره يقول كده؟ وان انا جاي هدفي ان انا دلوقتي عاوزين نفكر مع بعض نعمل ايه؟ ايه الاجراءات اللي هنعملها لما نرجع؟ هنلعب في 3 ملاعب ولا نلعب في ملعبين ولا نلعب في ملعب واحد ولا نعمل ايه ولا بتاع؟ مين اللي هيدخل مين مش هيدخل؟ عدد تخفيض عدد الاجهزه الفنيه بدل ما كذا يبقى الجهاز 4، الجهاز الطبي مش عارف 2، اللي مش عارف الاداريين 1. تقليل يعني انت تقلل وتعمل المسافات. لا مفيش حد، مفيش جمهور نهائي، اعضاء مجلس اداره يبقوا معروفين، ما نسلمش على بعض في بدايه الماتش. خلاص مفيش يعني عاوز اقول لك ايه، هيبقى 3/4 اللي يحضروا مش يعني عاوز اقول لك انت بقى بتحط كل الكلام ده وتبقى عامل ايه؟ اجراءاتك ومجهز نفسك وعايز وعامل مدي ارشاداتك للعيبه ارشادات طبيه مديها مسلمه ويبقى عندك ناس موجوده واطقم طبيه حاضر. يعني اللي انا عايز اقوله يبقى عندك التفكير والطرح بعيدا عن الدخول القضيه الاساسيه انه خلاص انا حسمت قراري موسمي هيكتمل. افكر في نقطة مهمة قوي، قلت نقطة مهمة قوي، كل اللي حضرتك قلته ده لو الاندية عملت ده مع الاتحاد، اول ما تيجي تقعد بقى مع وزارة الداخلية والشباب والرياضة ومسؤولي وزاره الصحه وتقول لهم دي الخطه بتاعتي، الناس هتقول لك اوكي انا بس شايف 1 2 3 يلا ابدا نفذ. لكن هتروح تقعد مع القائمين او الجهات المسؤوله او الوزارات المعنيه وتقول لهم عايز ارجع النشاط، الف بيها هيقول لك طب قول لي الخطه بتاعتك، قول لي هرجع ازاي؟ ما انا بكلمك اهو، بعد كده انا اقول لك بقى احتياطاتك انت اعمل كذا. ما انا بكلمك يعني انت لازم تبقى حاطط مش اللي هي معكوسه يعني، لا دارس ومجهز نفسك. مش مستني هم اللي يقول لك اعمل ايه. لا خلاص اتفضل، انا كتبت الورقه الصغيره، اتفضل احنا نرجع بالنظام ده خلاص بالزبط. واحنا بعتنا وسالنا وكلمنا الفيفا وقلنا له ايه اللي بيتعمل وانتوا هترجعوا ازاي؟ نرجع يا عم 1 2 3 4 5 6 احنا نرجع كذا 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 وخلاص احنا مشيت تبع النظام. اتفضل. يبقى عندك بقى ايه؟ اي لاعب عنده بقى بوادر برد ما لا ما ينزلش ما يجيش تدريب اصلا. اه درجه حراره ما انا بكلمك اهو. تبقى انت ايه من انت مدي من النادي نفسه ده ممكن الاجهزه الفنيه تستغله في انا بكلمك اهو يبقى منورك انت تدي ايه؟ ابعد عن المدافع ده عنده ماشي مش عارف انت تدي للانديه الملاحظات اللي كمان تبقى ماشي عليها. حقيقي اعتقد انه الموضوع هو محتاج شويه جهد بس وعمل باخلاص انه الهدف انه الموسم يكمل. لكن نقعد ندور بقى اصل تعالى نلغيه، اصل تعالى لا، اصل خلاص، اصل انا ما مش مستفيد فالدنيا عندي بايظه مش لا مش ده الحل. بمناسبه الالغاء، يعني احد الانديه بيلعب في البطوله الافريقيه، نلغي الدوري، الدوري ما يستكملش، مش هينفع نلعب المسابقه. ما هو الظرف اللي هنا هو الظرف في بطوله افريقيا، طب ليه ما طلبتش الغاء بطوله افريقيا؟ لا ازاي؟ غريبه يعني. لا غريبه جدا. هو ده ماتش الكتروني وده ماتش في الملعب. لا ما هي الظروف هنا، هي الظروف هنا. لا تناقض غريب. اهم حاجه ان انا ابوظ عليك يعني البطوله بتاعتك، يعني مثلا انا شايفك متفوق فيها وبتاع فحمل لك كل الشغل ان انا ابوظ لك بشكل او اخر وادعي لك وضم عليا 3/4 يطلع يقولوا مصح ان هم مثلا مش هيقدروا يدخلوا في المربع الذهبي، فاقول لك لا انا يا ريت الغيها، ناس ثانيه مثلا شايفه ظروفها تهبط وبتاع الغيها يا عم وابدا من الله. والانديه اللي تحت كمان انديه الممتاز بيه قالت لك ايه؟ نصعد الاول والثاني ونعمل دوري من 24 نادي. خلاص دوره رمضانيه كده. دوره رمضانيه كده حلوه قوي. وبعد كده السنه الجايه يبقى يهبط 8
ان شاء الله باذن الله. مش عارف يعني الدوري كم دوري كم اسبوع لو 24 نادي ها مش عارف هيبقى صعب قوي 48 هيبقى 48 اسبوع غريبة. لا كلام يعني ايه كلام ما يصحش يعني يتقال. 2020 اتحاد قديم اتحاد اقدم من اتحادات افريقيا اتحاد مؤسس للكره في افريقيا ما يصحش يعني. لا يعني عاوز اقول لك لابد يكون الكلام على المستوى يعني لا اتحاد الكره المصري على مستوى الحدث مستوى صح. قيمه البطوله والمسابقه الاقدم والاشهر في افريقيا ما يصحش كده يعني المسائل تبقى الامور لا مش بالاهواء ولا بالمزاج ولا صحيت بدري ولا صحيت متاخر خد قرار لا تعالى اشغيلي اعمل لي سوي لي يا طيب. سلام في التوقف لغايه اللحظه بنتكلم فيها دي 40 يوم هل في ال 40 يوم تقدر تقول حضرتك يا استاذ محمود في فكره الكره المصريه ممكن تستفيد منها او التوقف ده هيفيد الكره المصريه في حاجه يعني في حاجه ايجابيه حصلت؟ لا لا جيب الدعم انت شايف انت احنا كنا منتظرين موقف ايجابي جبر خاطر للنادي ما حصلش ده كان الموقف المهم بالنسبه لي لكن لما تيجي بقى تتكلم وتتكلم على الكره المصريه تعال شوف مثلا وضع الكره المصريه قيمها بالشكل هات ورقه وقلم واكتب قول لي كم نجم طلعتهم الكره المصريه على مدار السنتين اللي فاتت على اصابع ايدي الواحده لا كم نجم طلعت كم ناشئ بيلعبوا اساسيين في فرقهم اذا طلعت كم موهبه ما انا بكلمك اهو تعال يعني اتكلم ايه التطوير اللي طرح على المسابقه ايه العيوب اللي تم ترصدها في السنوات اللي فاتت وبدات تتعالج دلوقتي يا عمي ماشيه كده وخلاص يا استاذ محمد احنا بعدين بعاد جدا عن مساله العلم والتخطيط دي نهاية. يعني انت شوف ايه احكي عن ليفربول وانت راجل متابع 30 سنه ونفسه يرجع ياخد المسابقه الدوري جاب مدرب قعد 5 سنين بيبني فرقه مظبوط صح قعد يجمعهم من كل حته بناها ازاي يا ريس عنده معهد متخصص داخل النادي علماء وبيتابعوا كل لعيب عمل ايه وبتاع ويجيب اللعيب نص مش عارف مين ويقعد يعدل فيه ويعلمه ويدرب في شغل اكاديمي عالي جدا للارتقاء الكلام ده كان المفروض النادي الاهلي يعمله من 5 6 سنين من 10 سنين على الاقل بص والكلام ده انا قلته وكتبته على فكره بعد اعتزال الجيل الذهبي للاهلي كان المفروض يبقى فيه التفكير مساله البنى ايوه البنى 2014 البنى لابد ان يكون متواصل لا يتوقف والبحث عن المواهب والتفتيش عنها في كل مكان ده شغل شاغل في ناس شغلتها جوه النادي ودول يبقوا اهم من اي حد شغلتهم ازاي انت تقدر تفتش وتدور وتجيب وتتعب وتجيب الحته تلمحها عشان تطلع تنور الدنيا الجزء ده لازم يبقى موجود فافضل توقيت كنت ممكن تعمل في البنى بص حضرتك حصل التغييرات انا بكلمك اهو انت اخطر حاجه عندك انا من وجهه نظري كراجل يعني مراقب ومتابع جيد المدرب الذي يستحق مكافاه في قطاع الناشئين هو من يقدم لي موهبه مش يفوز ببطوله خلاص انتهى بقى زمن البطولات بره مش بدور على البطولات بدور على انك ازاي جبت ده انت لما تطلع افريقيا كل سنه المنتخبات الافريقيه بتطلع بال 200 وال 300 لاعب يسافروا بره وانت مش عارف تطلع 10 مش عارف تطلع 5 انت محتاج رصد صح واعاده تقييم من اتحاد الكوره ما هو الهدف من انشاء الاكاديميات الاجنبيه في مصر اللي هل هو البحث عن مواهب عندك مواهب يا فندم ولا البحث عن انها بتعمل استثمار لازم احاسبها اصل خلاص لازم يعني مفيش مشكله تعمل الاثنين يا فندم اعمل انا مش ضد ان مش ضد بقولك يعني ايه هو اللي قدمه يعني المفروض انت كان عندك هدف كاكاديميات عملت تعال حاسبها انت كاتحاد كوره المفروض مراقب ووزاره الشباب والرياضه الحاجات دي ده مسؤول عنها من المدير السيستم ده خلاص يعني قدمت ايه يعني ده اتحاد الكوره كان في توقيت من الاوقات الفتره الاخيره كان جزء من افتتاح لاكاديميات لبعض النجوم لكن بعد سنه واثنين وثلاثه حاليا انت مش شايف اي دور ملموس للاكاديميات لا تحولت الى صندوق لجمع الاموال للبعض والضحك على الغلابه وتجرب احلامهم شيء محزن محمد على فكره موضوع محتاج وقفه على فكره انا اول مره اشوف حد يدفع فلوس عشان يلعب كوره مش يدفع له عشان يلعب بتدفع عشان تلعب دي غريبه جدا
عشان ما بقاش تدفع عشان تدور واسطه عشان تجيب تلقى لك فرصه تدخل في مكان. ده كارثه، ده مصيبه، محدش بيسافر وبيدور. في ناس متصدره المشهد متهمه في قضيه نصب في الموضوع ده، في الموضوع ده ضحكت على ناس وخدت منها فلوس وعملت فيه. انا عاوز اقول لك الموضوع مش سهل باسم النجوميه والكوره يعني، النجوميه وبتاع وحواديت كتير هتتقال يعني لما تتجمع الاوراق هيبان فيها موقف. لكن انا عايز اقوله لك، اتحاد الكوره مطالب اللي انت بتتكلم عليه رقابه، في رقابه. انت حاليا هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج يعمل خطوه مهمه جدا في المساله دي. محتاجه تغيير فكر في المرحله الجايه. خلاص الدنيا، خلاص مساله الانتماء والكلام ده خلاص، خلاص انتهى موضوع الانتماء. الانتماء الان لمن يدفع اكثر. خلاص يعني ايه، ما تجيبليش زمان زي دلوقتي. علاقات الناس مع بعض اتغيرت، الصداقه والاخوه اتغيرت، وحاجات كتير ومفاهيم كتير اصبحت لا مش بتحكمها العلاقات والمصلحه. انتهى الكلام الا خسارة. الا ما رحم ربي يعني. اللي موجودين دول الناس اللي هم الدنيا ماشيه عليهم. لكن انت هنا في الاهلي محتاج بعد الجيل كده كان المفروض يبقى فيه خطوه بتتم وشغاله، بتبقى عندك كوادرك شغاله اللي مجمعه وبتبني فريق من تحت، فريق الامل. ده بيبقى في الدول اللي بياخدوا ده لازم 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 لعيبه قطاعات الناشئين او قطاع الناشئين في الاهلي لازم يبقوا موجودين، لازم تدي فرصه، لازم تصنع، لازم تتعب. ما انت ايه هتجيب من فين اللي بيقاتل يموت نفسه في الملعب؟ من انت من هنا. يعني انت ايه بيبقى عندك عينين بتشوف تقول لك ده الولد ده لو لعب سنه هيدينا خلاص. يعني مساله ما يعني عايز اقول لك، لو مشي ميسي من برشلونه، برشلونه هيقفل اطلاقا. طب رونالدو مشي من ريال مدريد قفل ريال مدريد؟ لا لا لا. النتائج لكن ايه حصل ممكن يعني دروب بفتره بس ممكن بس عايز اقول لك ايه، ده طبيعي جدا في الكوره. ما فيش يا جماعه حد بيبقى على القمه على طول. يعني 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 لما البرازيل اتغلبت من المانيا في كاس العالم 2014 في ملعبها 7-1، في حد عاقل ومتابع انه سحرت الكره، سحرت الكره في العالم يتغلبوا في ملعب 7-1 وفي كاس عالم؟ هل احد ده 7-1 مع الرقفه؟ ده الماتش ده كان ينتهي 20-25 لو الشوط الثاني كمل بنفس الشوط الاول على فكره. يعني لو نزل التانيين خلاص، يعني التانيين خدوا اللي عايزينه من المباراه وبداوا يلعبوا يعني ايه، وعلى البرازيل وفي البرازيل وعلى البرازيل وفي البرازيل وفي يعني عاوز اقول لك، هل بعدين البرازيل قفلت؟ ولا انك انت في ضربات تقويك، تقويك تبني عليها ولا تقصم ظهرك تبني يعني عليها تبني عليها. فاعتقد انه ايه المرحله الجايه، لا مرحله شغل، مرحله عمل، مرحله تطوير، مرحله البحث، مرحله التفتيش، مرحله عينين تبقى في كل مكان بتدور على موهبه. لان في مشكله في المواهب في مصر، في ازمه. بس الازمه مش في المواهب، الازمه في اللي بيكتشف. ما انا بكلم سؤال بس، في ازمه وفي غياب ضمير عند البعض. غياب ضمير عند البعض، والمجاملات تقتل الرياضه المصريه وتقتل كل شيء. في ولاد يبقى عندهم فرصه، لازم يبقى في باب امل يا جماعه، لازم يبقى في باب امل للناس دي. ما ينفعش في ناس فعلا ما عندهاش فرصه نفسها تروح وتيجي مش لاقي يعني اللي يوديها. يعني المساله ما اصبحتش، لابد ان يتخلى ويكون شرط اساسي في من يتولى مسؤوليه في هذا المجال او في اي مجال يكون يتحلى بالضمير، انه تحكمه مصلحه المكان، انه نجاح المكان نفسه هدف اساسي بالنسبه لاي حد. تمام. انت محتاج في المرحله دي مرحله يعني ايه، مرحله مهمه جدا، مرحله تحتاج فكر جديد، تحتاج انك انت تتغير. خلاص جه الوقت في ظل الارتفاع الرهيب لاسعار اللعيبه، لا البحث عن المواهب، قطاعات الناشئين، اعطاها الفرصه، صناعتها، التعب عليها، والجمهور لازم يعني يعرف كده. هيحصل ده، هيحصل ده نتيجه موضوع فيروس كورونا كمان. الخريطه نفسها الاقتصاديه للرياضه والكوره هتتغير مفاهيم كتير. طب عايز اختم معاك يا استاذ محمود بجزئيه عايز ارايك فيها واعرف تفاصيل لو عندك معلومات فيها. موضوع بطوله البلاي ستيشن اللي الاتحاد المصري كان هيشارك فيها، اختار لعيبه انديتها ما كانتش تعرف. موضوع احمد الشيخ والنادي الاهلي طلع بيان او قال خبر في موضوع مشاركه الشيخ في هذه البطوله، والشيخ بعد كده قال لك انا مش هشارك بعد القرعه، والاتحاد نفسه تعرفش ان هو برضه يعني خد خطوه مش مفهومه في مساله ان هو هيشارك. بعد كده حصل ظرف في الكوره تحديدا ما ينفعش يعلن بالشكل ده اصلا، ان ما فيش خلط ما بين الرياضه والسياسه، لكن المشهد كله على بعضه في التباس وفي ارتباك. واحنا نعرف تعليقك عليه ايه؟ واحنا نعرف حاجه عن الموضوع ده؟ لا. طب حد طرح هو ظهر فجاه انا بكلمك اهو. حد عرف، حد يعني عرف حاجه او معلومه قال ان احنا هنعمل كذا؟ الطرح يعني
طرح اسماء لاعبين بيلعبوا لعيبه محترفين بيلعبوا مع انديه كبيره. ازاي؟ ازاي انت لعيب في فريق كبير تسمح مثلا هقول تسمح لنفسك وتسمح لحد ياخدك يوديك في السكه دي ويقول لك تعال اعمل كذا حتى لو كان الكلام ده حقيقي ومترتب. الكلام ده غلط ما ينفعش. وبعدين لا احنا عارفين ايه البطوله ولا ايه تفاصيلها. الفيفا عامل بطوله بلاي ستيشن عشان مداخيل ماليه لمواجهه فيروس كورونا. هل ما حد يعني عاوز لكن الاتحاد ما كشفش يعني تفاصيلها من بدري يعني الاتحاد الكوره عمل كشف التفاصيل وقال حتى هتتعمل ازاي يا استاذ محمد. تمام المساله لا المساله مش واضحه عشان كده الاهلي لما خد قرار واحمد الشيخ اعلن اعتذاره ان هو انسحب من المساله وانه ما كانش مدرك يعني الموضوع يعني. لكن انا عاوز اقول لك ايه يعني الاتحاد نفسه هو سبب اللي ادى لارتباك المشهد ده كله. مظبوط استاذ محمود انا بشكرك نورتنا وشرفتنا وسعيد جدا بالحوار مع حضرتك. الله يخليك ربنا يخليك وبالتوفيق وكل سنه طيب. كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا استاذ محمود شكرا جزيلا ليك. فقره كانت مهمه جدا لان محتاجين في الفتره الحاليه الاعلام والصحافه بيبقى ليهم وجهات نظر مؤثره لان دايما بيبقوا عالمين ببواطن الامور والكواليس والفتره اللي جايه المسؤول او اللي قاعد على الكرسي بيفكر ازاي في خريطه الكره المصريه في مواجهه ازمه فيروس كورونا في الاقتصاد اللي ممكن الرياضه تتاثر بسببه في الفتره اللي جايه. عموما اكتفي بهذا القدر من الفقره الحواريه الاولى واخرج الى فاصل وبعد الفاصل فقره حواريه مهمه جدا لان هنتكلم عن دور مجتمعي قايمه بيه اللجنه العليا للجان وبعض الافكار تم تنفيذها خلال الفتره الماضيه ظهرت نتائجها على ارض الواقع وهنشوف افكار ثانيه ازاي ممكن تتنفذ خلال شهر رمضان الكريم. هذه الافكار بالتاكيد هتبقى محور النقاش مع الزميله الاعلاميه الاستاذه سهى ابراهيم وهي بالمناسبه ايضا كمان عضو اللجنه العليا للجان والمتحدثه الاعلاميه للجنه العليا للجان. أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة وهذه الفقرة تحديدا هنحاول نشوف بقى الفترات الأخيرة الابتكارات والأفكار اللي تم طرحها من خلال لجان النادي الأهلي واللجنة العليا للجان. منذ حوالي شهر كان في فكرة يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. أكيد خلال هذا الشهر ومن خلال لجان النادي الأهلي واللجنة العليا للجان تم تنفيذ هذه الفكرة. اللجان اشتغلت كان في ردود افعال كان في اهتمام كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي بشكل خاص عشان في النهايه نشوف الافكار والامور اللي تم ابتكارها في الفتره الاخيره ازاي عضو النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي استفادت بيها استفاده قصوى خلال الفتره الاخيره. هنشوف النتائج الملموسه على ارض الواقع ازاي تمت وهنشوف الافكار والاطروحات اللي ممكن كمان تتنفذ خلال شهر رمضان المبارك بحيث ان عضو النادي الاهلي في جميع الاعمار السنيه رجال سيدات اطفال شباب اولاد بنات الكل بلا استثناء قدر الامكان يستفيد بهذه الفتره لكن من خلال افكار مميزه جدا بتقدم بالفعل من لجان النادي الاهلي واللجنه العليا للجان. لمزيد من التفاصيل حول هذا الامر النهارده بيشرفني للمره الثانيه بعد متابعه هذا الامر وطرح الفكره في المره السابقه الزميله الاعلاميه الاستاذه سهى ابراهيم عضو اللجنه العليا للجان والمتحدثه الرسميه للجنه العليا. استاذة سهى ازيك منور الدنيا. مساء الفل عليك يا محمد وعلى كل المشاهدين وانا سعيده جدا فعلا للمره الثانيه تواصل جميل وبنشكركم طبعا على متابعتكم لكل اللي بيحصل في اللجان المختلفه والحقيقه يعني الشهر اللي فات ده فعلا مجهود اكتر من رائع. طبعا عايزه اقول لك في الاول كل سنه وانت طيب وكل مشاهدي قناه الاهلي كل المصريين كل العالم يا رب ان شاء الله تكون ايام جميله باذن الله يا رب باذن الله ان شاء الله كل سنه وانت طيب. طيب في بداية الأزمة والاجتماع الأخير قبل قرار إغلاق النادي بالمقر الرئيسي والفروع المختلفة كانت هناك أفكار مطروحة ضمن مبادرة الخروج من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. بداية الأزمة واللي حصل والفكرة اللي تم عرضها من خلال قناة النادي الأهلي وكل وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرسمية للنادي إزاي بقى تم التنفيذ وردود الأفعال وتم ده إزاي على أرض الواقع خلال الشهر الماضي تحديدا؟ تمام. هو فكرة الاجتماع الأخير ده فعلا كانت مفارقة غريبة جدا إن احنا كنا مجتمعين اللجنة العليا بكامل طبعا أعضائها اللي بقدم لهم طبعا كل التحية في بداية كلامنا. كان اجتماع احنا في بداية بقى احنا هنتكلم على أنشطة ما كانش لسه في أي قرار لإغلاق لا الأندية ولا يعني التوقف التام اللي احنا بنعيشه في الفترة دي. فكنا مجتمعين هنبتدي بقى نعمل إيه واللجان المختلفة وأنشطة
ثابته وكان عندنا احلام يعني لا تتخيل قد ايه كبيره جدا. ففي نفس التوقيت واحنا مجتمعين تقريبا بعد نص ساعه، حتى كان يمكن كابتن محمود الخطيب موجود مع مجموعه الاداره بياخدوا بقى قرار انه خلاص بشكل كامل انه الانديه خلاص هتغلق. فتخيل انه كان اخر اجتماع موجود، احنا خرجنا من النادي وفعلا في اليوم ده تحديدا تم غلق النادي، وبالمناسبه او بالمصادفه كان يوم 21 مارس يوم عيد الام، هو كان اليوم ده. فطبعا على طول كان عندنا بلان بي، او كان عندنا يعني الخطه البديله بقى على خلاص النادي مغلق وما عندناش اي فرصه ان احنا نمارس انشطه على ارض الواقع. ففكرنا هنعمل ايه؟ زي ما قلت لك المره اللي فاتت نطلع للسوشيال ميديا، خلاص كل الناس اونلاين دلوقتي، كل الناس موجوده في البيوت. بدانا نطرح على اللجنه العليا، وفي طبعا كمان من خلال رؤساء اللجان، من خلال كل لجنه مختلفه، انه يلا نفكر مع بعض احنا ممكن نعمل ايه. فجه الشعار انه احنا دلوقتي في ازمه، الناس كلها ممكن تكون حاسه باحباط، حاسه يعني وقت مش لطيف، واحنا هنعمل ايه، وتوتر وقلق في كل العائلات اللي موجوده. قلنا لا، احنا هنطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. سلوجان ظريف بصراحه. بجد يعني. انا كمان اللي عجبني جدا يا محمد انه لقيت ناس كتير جدا بتستخدمه بعد كده في الاعلام يعني. فده بالنسبه لي كان حاجه سعيده ونسبه طبعا لينا كلنا. لا يلا احنا هنتحدى الوضع اللي احنا يعني مش راضيين عنه، هنطلع بمليون حاجه ليها لازمه. وبدانا بقى ان احنا ندخل عند كل لجنه ونشوف ايه الافكار اللي موجوده في كل اعضاء اللجان. انا لازم يا جماعه اقدم لكم كل التحيه، احنا فوجئنا بجد، مبهرين كلهم، طاقات شباب في كل اللجان، كان شيء رائع جدا. وتواصل على طول لحظة بلحظة طول الوقت، والأفكار لعلمك أكتر بكتير حتى من اللي خرجت. إحنا بدأنا نجدول طوفان الأفكار الإيجابية اللي خرجت لنا من اللجان المختلفة. بدأنا بقى يعني إحنا هناخد مع بعض دلوقتي التفاصيل. ندخل لجنة لجنة. بس قبل ما أخش في لجنة لجنة، الأنشطة والمسابقات المختلفة تم عرضها للتفاعل الأعضاء من خلال أونلاين. والله كله اونلاين. بالظبط بالظبط. الاقبال عليها كان بنسبه كنت تتوقعوها ولا فاقت الوصف؟ لا، فاقت التوقعات بصراحه. لقينا فعلا يعني تواصل كبير جدا، واللي شفناه حتى لما كانت المبادرات بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا بقى، فيسبوك، على انستجرام، على تويتر، على كتير جدا من المواقع التواصل الاجتماعي، كنت بلاقي ناس بتتكلم بتقول طب الانديه الثانيه بتعمل ايه، والنادي الاهلي فعلا كان سباق في ده، وفي رياده في الانشطه دي. دور مجتمعي مميز جدا، مهم جدا 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 يعني. لان ابتدت الناس تفكر من دلوقتي ايه اللي ممكن يتقدم، ايه اللي ممكن يتعمل. بالظبط. كنت سابقين بخطوه من حوالي شهر. بالظبط كده. وبدات بعد كده حاجات تانية كمان تظهر، وده كان شيء رائع الحقيقه، ان احنا فعلا خرجنا زي ما هنعرض دلوقتي فعلا مليون حاجه ليها لازمه. طيب نبدا مع بعض بلجنه الطفل. تمام. ونبدا بالطفل تحديدا، لان ده نقدر نقول البونبونيه اللي ممكن نشتغل عليها المستقبل. الفتره الجايه، المستقبل. بالظبط كده. لجنه الطفل برئاسه الاستاذه نداء داوود، كان تم عرض بعض المسابقات للأعمال في الفترة الأخيرة، وتم طرح أفكار بالنسبة للأطفال ممكن في بعض الرسومات، مسابقات أعمال فنية، اللي تم في الشأن ده وفي الموضوع ده، وكمان اختيار الفائزين بقى كان بأي معيار والإطار اللي تم بيه، وإيه اللي ممكن يتم الفترة الجاية بالنسبة لهم بعد ما تم عرض أسمائهم. لأن أنا فاكر وقت المعرض تم عرض الأسماء الفائزين، الكلام ده من حوالي 72 ساعة أو من 4 أيام. مش عايز اقول لك انا على السوشيال ميديا شفت صدف كده، ناس عندي على الفيسبوك كانوا سعيده جدا وبيشيروا وعاملين شير جدا باسماء اولادهم الفائزين بالمسابقه. هو ده الهدف. هو ده الهدف الحقيقه، ان احنا يعني نطلع الطاقه الايجابيه اللي موجوده طبعا عند الاطفال اللي قاعدين في البيت دلوقتي، كانوا كلهم حماس، واللي بيشارك في العاب رياضيه، واللي عنده موهبه، واللي عنده طاقات كبيره جدا. فتخيل انت يعني كل ده موجود في البيت، طب انت هتعمل ايه؟ فاحنا ساعدنا فعلا يعني من خلال لجنه الطفل اللي كلها يعني مش عارفه اشكر مين ولا مين، لكن خلينا ناخد الدكتوره نداء بالنيابه عنهم كلهم اسماء رئيسة جميله اللجنة. رئيسه اللجنه طبعا هي كتله طاقه ايجابيه لوحدها الدكتوره نداء الحقيقه. عندها كم تفاؤل، وبت يعني تديك امل كده في كل الخطوات اللي هي بتاخدها الحقيقه. طيب فكانت لجنه الطفل يعني كان كل همها ان احنا نطلع احلى ما في اطفالنا
من خلال وجودهم في البيت. الرسم يعني احنا قلنا يلا عبر عن نفسك من خلال طبعا قسمناهم لمرحلتين بالنسبة للأعمار السنية، وطلع علينا الرسمة اللي انت شايفها ممكن تكون شايف بلدك ازاي، ودي برضو نقطة مهمة جدا. يعني احنا كمان بنعظم قيمة الانتماء عند الطفل، وكمان بنقول له طلع موهبتك. فمسابقة الرسم الحقيقة كانت عندها يعني مش قادرة اقول لك العدد، انا مش عايزة احصر العدد، على الاقل مثلا جات لنا من 200 ل 300 عمل فني او رسمة. وعلى فكرة احنا يعني كان في بكل الموضوعية وبكل الاهتمام كل حاجة وصلت لأونلاين طبعا برضو للجنة، تم عرضها من خلال رؤساء اللجان ومن خلال اللجنة العليا عشان نقدر نظهر معنا دي بعض النماذج على فكرة. يعني انت شايف ايه؟ شايف بلدك ازاي؟ شايف مصر ازاي؟ بنشوف طبعا الاهرامات وراهم البرج. فاكر واحنا في المدرسة كان دايما عندنا في حصة الرسم يقولوا لنا ارسموا كده، فهو ده شايف علم مصر منور ازاي والاطفال. الصورة دي قريبة من الجيل بتاعنا زمان. ايوه طبعا هو ده كان اهمنا، الهرم بالشمس بالنخيل، كل الحاجات دي ظهرت بشكل رائع جدا. وانا بشكر على فكره كل الاعضاء بتوع اللجنه، بشكر كمان البيت الامهات اللي اهتموا ان هم يطلعوا برضو المواهب دي من ولادهم ويتواصلوا معانا. انا عايزه اقول الاسماء، يعني اسمح لي طبعا عايزه اقول الاسماء عشان هم كمان علينا. بالظبط الفئه العمريه تخيل من 5 لـ9 سنين، يعني لسه فئتين من 5 لـ9 ومن 9 لـ11. عندنا 10 هنا و10 هنا. فالفئه العمريه الاولى او المرحله الاولى علا احمد يحيى، ومعنا كمان نورسين احمد النواوي، حلا حازم محمد، سلمى باسم حسين، محمد شريف، كمان حالة أحمد حسن، وندى عمر سيد، نور الدين هاني، سما مصطفى فوزي، ورقية محمد. تمام. دي الفئة العمرية الأولى اللي هي من 5 لـ9 سنوات. اسمهم على الشاشة كمان. اسمهم على الشاشة، يلا افرحوا بقى وانبسطوا واحتفلوا. وزي ما وعدناهم طبعا بإذن الله تنتهي الأزمة اللي طلعنا فيها بمليون حاجة ليها لازمة، ويكون في حفل كبير نتوج فيه كل الفائزين. المرحلة العمرية الثانية اللي هي من 9 لـ11، دول بقى أكبر شوية. حبيبة أحمد حسن، فرح عادل السيد، مايا شريف، جودي معتز، جاد سلطان، لمار متولي، فرح أحمد، آمنة إسلام، ياسمين محمد، وردينا تامر. كل دول بنبعت لهم تحية، وانتوا فايزين، انتوا يعني جمال جدا، فافرحوا وانبسطوا لغاية بقى ما نتقابل ان شاء الله ويكون في يعني شكل للاحتفال. ده بالنسبة لمسابقة الرسم في يعني لجنة الطفل، يعني كلها كان حماس الحقيقة وحاجات حلوة جدا. تمام. كانت في حاجة برضو برعاية لجنة الطفل. تمام مظبوط. دي بقى يعني فعلا المتعه كلها والجمال كله، احنا كنا قد كده مبسوطين واحنا يعني بنشوف المواهب. هي المسابقه كانت الاهلي كيدز جوت تالنت، يعني احنا عايزين كل المواهب اللي موجوده عند اطفال الاهلي. وطبعا فتحنا المشاركه برضو كان في مرحلتين من 6 لـ10 ومن 10 لـ14. لا تتخيل بقى المواهب كانت في غنى، في اداء تمثيلي، في الرياضه، في حاجات حلوه كتير جدا جدا، كانوا جمال الحقيقه. طيب. المواهب اللي موجوده معانا. طيب احنا بالمناسبه احنا بنتكلم على لجنه الطفل، على دلوقتي معانا على تليفوننا دكتوره نداء داوود رئيسه لجنه الطفل بالنادي الاهلي. دكتوره نداء مساء الخير على حضرتك. طيب انا اتواصل معاها تاني عشان الخط قطع معانا، لكن الشيء المميز كان في مرحلتين في المرحله السنيه المتعلقه بجود تالنت بالنسبه للاطفال، لكن انا بتكلم بقى في جزئيه مهمه جدا. انتوا رحتوا لفكره المواهب، كل طفل الموهبه اللي بيحب يأديها او الحاجه اللي بيحبها تمام ويشتغل عليها، سواء الغناء، الرياضه، بالزبط. الموسيقى. بالظبط كده. ايه اللي حصل بالظبط في المرحلتين والاعمار السنيه؟ اعتقد انها اختلفت شويه عن فكره اللي انت هتظلم طبعا طفل عنده مثلا 5 6 سنين مع طفل عنده 14 سنه طبعاً. او فاحنا قلنا نقسم الاعمار السنيه عشان يكون في يعني فرصه اكتر، يكون عندنا فائزين اكتر. احنا عايزين كله يفوز على فكره. وعايزه اقول ان كل اللي اشترك معانا ده فايز، احنا بنعتبر كل اللي بعت لنا. طبعا الاعداد كانت كبيره جدا، كنا بنقعد مثلا يعني ايام عشان نقدر ان احنا نفلتر المجموعه
ونطلع باجمل المواهب اللي فعلا بدات في الاخر بقى ايه بشكل موضوعي جدا قسمناهم لكده. المرحله الاولى اللي هي من 6 لـ10 فاز بالمركز الاول كريم محمد ابراهيم. المركز الثاني ده رياضه، كريم يعني عمل موهبته كانت في الرياضه، نور الهدى دي عملت شو حلو قوي بالعرايس المتحركه. كريم على فكره وقف على الكوره، كان عنده قال راحت عليك يا رمضان بقى، دي الموهبه اللي حابب يقدمها. كان جميل. لازم مركز اول طبعا. لا هو طبعا الثبات كان وفتره طويله هي دي اللي اديته الفرصه ان هو فعلا لفت النظر يعني. نور الهدى كانت جميله، عملت موهبه واتوقع لها نور ان شاء الله لازم تكمل كده. عرايس متحركه عملت لنا شو بالعرايس المتحركه، كانت جميله نور. علياء محمد حسن دي عزفت بشكل رائع، عزف ومرحله سنيه بتتكلم من 6 لـ10 سنين. ونورسين غنت بالظبط. ان احنا يعني يا ريت لو كانت معانا الفيديوهات، لانها طبعا الكواليتي بتاعها صعب شويه لانها متصوره في البيوت، يعني الام بتصور بنتها او ابنها فطبعا الكواليتي صعب يعني. طيب كمان كاندي محمد احمد دي المركز الخامس ده في المرحله الاولى. طيب هاخد يعني معايا جالي على التليفون تاني دكتوره نداء داوود. تمام تمام. طيب دكتوره نداء مساء الخير على حضرتك. نوري فانز حضرتك اهلا بيكي، وتحيات الزميله الاعلاميه المتحدثه الرسميه للجنه العليا للجنه الاستاذه سوها ابراهيم. اهلا اهلا ازيك يا سهى. اهلا اهلا يا نداء، مساء الفل عليكي، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم علينا وعلى الامه الله الاسلاميه وعلينا جميعا علينا يا رب. كلنا يا رب ان شاء طيب. الله دكتوره نداء، يمكن الاستاذه سهى كانت بتتكلم في جزئيات مهمه جدا، وبنتكلم في الدور اللي اديته لجنه الطفل مع الاطفال في الفتره الاخيره والمسابقات والاعمال الفنيه اللي تم طرحها. انا بس عايز اعرف، اكيد الشغل ده خد منكم مساحه وقت كبيره جدا، لكن هل كنت تتوقعي ردود الأفعال والأعمال الفنية اللي تتلقتوها خلال الفترة الأخيرة من الأطفال وأعضاء النادي في هذا الشأن تحديدا؟ ده حاجة. لا والله رد الفعل كان حلو قوي، كان أسعدنا جميعا، لأن احنا فعلا احنا أخذنا وقت كتير جدا وفي جهد كبير الحقيقة، من أول ما الأندية كلها اتقفلت والمهندس وليد مبروك كان هدف واضح بالنسبة له إن هو كان يبقى في تواصل كبير مع الأعضاء علشان نعمل حركه توعيه للاعضاء كلها بصفه عامه ونلاقي لهم وقت كبير لكل اللجان بصراحه مش لجنتنا احنا بس. وكان ده دعم كبير جدا من سياده العميد محمد مرجان ان هو كان يوفر لنا كل حاجه ونقدر نوصل المعلومات للناس ونوصل لهم المسابقات دي. فالحقيقه اول ما بدانا موضوع المسابقات للاطفال ما كناش متوقعين العدد ده، وخصوصا رسم اللي هي مسابقه الرسم وصل لنا اكثر من 200 رسمه. يعني احنا تعبنا وتعبنا بجد في الاختيارات يعني الحمد لله رب العالمين يعني. لا والشغل ممتاز بصراحه، يعني عرضنا بعض الاعمال الفنيه على الشاشه، لا حاجه هايله، فاعمار سنيه كمان صغيره جدا. احنا علشان نعمل ده اخذ مننا مجهود كبير، لان احنا عملنا لجنتين للمرحلتين، وكان معانا الحمد لله متخصصه في الموضوع، احنا كان معانا كان المفروض هي تبقى معاكم النهارده في المداخله كمان دكتوره نهله. دكتوره نهله دي دكتوره في الفنون التطبيقيه، واحنا حبينا ان هي تبقى هي المتحكمه في الاختيار، وجهه نظر ان هي تقدر تقدمها في الاختيارات، ان هي كانت حابه ان الاختيارات دي تكون من الاطفال نفسهم. يعني دي حاجه مبدعه من الاطفال عشان نكتشف المواهب ونقدر بعد العوده باذن الله نستغل المواهب دي ان احنا نقدر نعمل لهم معارض بعد كده وننميها ونقدر يبقى في تواصل بيننا وبينهم قدرنا ان احنا نستغل في فتره الحظر دي. طيب جزء ثاني برضو مهم جدا، الاهلي كيدز جود تالنت، يعني فكره ان انتوا تروحوا للاطفال في مرحله سنيه صغيره جدا، لكن كل طفل عنده موهبه ازاي يقدمها ويتم ارسالها ليكوا عبر الاونلاين، حصل ازاي؟ وهل كان في مثلا يعني الاطفال هم بيصوروا الحاجات دي او بيعملوا المواهب دي، تعليقاتكوا عليها او لما جت الحاجات دي كانت، انا عايز اعرف بس الاجواء والكواليس وقتها، لان اكيد لما اشوف مثلا ولد زي او طفل جميل جدا زي كريم محمد وقف على الكوره مثلا لمده زمنيه طويله، اكيد ده فيديو مدته طويله جدا وتحكمه وسنه، انت بتتكلمي من سن 6 لـ10 سنين. بالظبط. بنت مثلا زي نور الهدى عملت شو للعرايس المتحركه، لا مواهب ما تعديش كده، وغنى وغنى جميله، واللي كانوا بيغنوا كمان وليلى كانت بتغني صوتها كان جميل، وعزف وكورال، لا في مذيعات كمان ظهروا نوعنا فعلا. الحاجات دي احنا حبينا بقى ان احنا ندي لكل حاجه، كان يعني زي ما اقول لحضرتك كده ان احسن حاجه في كل حاجه بقينا نختار. بصراحه كان الموضوع بالنسبه لنا كان صعب قوي ان احنا كنا نختار ايه الاحسن، لان كل حاجه بصراحه. وعلشان كده انا عايزه اقول حاجه مفاجاه كويسه للناس كلها، اتفضل. ان كل المشتركين في المسابقات كلها المهندس وليد قرر ان هو يكرمهم كلهم بالظبط، يعني تكريم المشاركه.
بالظبط كده، كل المشتركين يعني ال 200 اسم اللي اشتركوا في التربيه الفنيه ان شاء الله هيتكرموا وهياخدوا شهادات تقدير. مفيش فايز وخسران بصراحه. لا خالص خالص، الهدف المشاركه. احنا عندنا يعني احنا بنحب الابداع اصلا وبنحب المواهب. بالظبط كده بالظبط كده. فكله ان شاء الله هيتكرم. الاسماء الفايزه دي هي بس يعني زي ما نقول كده يعني لازم يبقى فيه احسن احسن الاحسن يعني، فهم كلهم حلوين وكلهم جمال وكلهم موهوبين، فان شاء الله كلهم هيتكرموا وكلهم ان شاء الله هيشرفونا في المعرض اللي هنعمله باذن الله بعد كده ان شاء الله. بس دولت يعني كان يعني زي ما اقول لحضرتك كده الافضل فالافضل يعني، فان شاء الله يعني ربنا يعدي الايام دي على خير ونشوفهم كلهم على على خير باذن الله. ونستعد بقى لشهر رمضان باذن الله كمان يا رب ان شاء الله. الله في مفاجآت، احنا بنعمل اجتماعات اهو دوريه على طول، يمكن استاذ طه معانا بالظبط. هنبدا نسالها بقى نشوف الافكار اللي جايه. مش عايز احرق كل المفاجآت يا نداء، لكن هنقول ان شاء الله. الله في خطه حلوه في رمضان ان شاء الله نقدمها للاطفال على مدار الشهر كله، في ان شاء الله حاجات هينبسطوا فيها وهنقدر نستغل الشهر الكريم ان احنا زي ما اكتشفنا مواهب ولادنا اللي احنا ما كناش عارفين نكتشفها في ايام قبل الحظر، هنقدر في الفتره اللي جايه دي نستغل ده علشان نستغل الطاقه الايمانيه اللي موجوده عند الاطفال ونقدر نخرجها منهم. بالظبط. طيب اخر سؤال، هل اخترتوا في موضوع المواهب تحديدا اخترتوا بقى شخصيات اكيد عندها خبرات في الاختيارات دي، يعني العرائس المتحركه، الغنى، العزف، اكيد المذيعه، اكيد ممكن طبعا الاستاذه سوا اكيد هي اللي كانت اللي بتختار بقى. لا والله انا كنت بعيده عن الاختيار خالص. احنا كنا بنستمد برضو الطاقات الايجابيه عندنا من المهندس وليد معانا في الجروب واستاذه ريهام صبار معانا، والحقيقه برضو اللجنه اللي معانا يعني الحمد لله احنا عندنا تصنيف، عندنا تصنيف يعني زي ما قلت لحضرتك عندنا دكتوره نهله فنون تطبيقيه، عندنا برضو تخصصات تانية مختلفه بنقدر نستوحب منها الخبره ان هم يقدروا يدونا مجالاتهم شكلها ايه. حقيقي. عندنا برضو مثلا مهندسه عندنا استاذه نهى دي مدرسه اطفال ومدرسه كيزي، فطبعا هي قادره تستوعب الاطفال دول بيبقوا محتاجين ايه. تمام. عندنا علا بتشتغل طبعا برضو في تنميه مهارات الاطفال وفي اللايف كوتش، فبرضو بتقدر تستوعب الحاجات دي. عندنا دكتوره دينا بتشتغل في حاجات اطفال برضو بس بشكل غير مباشر، يعني بنستفيد من خبره كل عضو من اعضاء اللجنه عندنا الحقيقه يعني. شيء رائع. وطيب لجنه متكامله حقيقه دكتوره نداء. الحقيقه برضو حتى مقرره اللجنه يعني نهله وهي بتشتغل بتقول انا طلع عندي موهبه كبيره، رشا مقرره اللجنه طلع عندها لمسه فنيه هي نفسها ما كانتش عارفه وهي بتختار ان رشا طلع عندها موهبه هي كمان يعني، فاحنا اكتشفنا بعض جوه بعض في فتره الحظر احنا كمان يعني الحمد لله. جميل جميل. شكرا جزيلا دكتوره نداء، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب سهى طبعا احنا بنكمل بس الاسماء عشان ما حدش يزعل مننا. المرحله الثانيه ليلى الطنطي دي كانت برضو موهبه من 10 ل 14 سنه، الاكبر بقى شويه. موهبه جميله اعتقد باذن الله هي هيكون عندها مستقبل رائع. كمان ملك مصطفى محمد دي برضو في العزف كانت رائعه. حبيبه حسن دي بقى المذيعه. أيوة. عملت لقاء وكانت جميله جدا. ساره محمد ابراهيم بقى دي لياقه ورشاقه ورياضه ونط الحبل بعدد قياسي يعني. عمر ايمن محسن ده كمان عمر كان بيغني ومواهب جميله، احنا بنقدمهم بقى للفن المصري ان شاء الله لو خدوا رعايه في المستقبل باذن الله. طيب. وزي ما قالت الدكتوره نداء كله فايز يعني كل اللي بعت يعني دول اللي الاسماء اللي كانوا يعني خلاص اللجنه اختارتهم الافضل، لكن كل اللي شارك باذن الله هيكون في يوم جميل نحتفل كلنا ان شاء الله. طيب لجنة المرأة برئاسة الأستاذة أنهار أنديل والأنشطة والنتائج اللي تمت من خلال لجنة المرأة. لجنة المرأة طبعا كانت من أكتر اللجان كمان في البداية، أنه طبعا الأم والسيدات اللي موجودين في البيت لفترة طويلة جدا إزاي برضو يخرجوا من حالة الإحباط وأن احنا قاعدين في البيت وفي فترة طويلة وفي حظر وفي كمان توتر وفي يعني أمور صعبة جدا. فبصراحة الأفكار اللي خرجت من لجنة المرأة برضو كانت إيجابية ورائعة، انه لا احنا هنعمل حاجات كتير جدا، هنتحدى البقاء في المنزل هنخرج بمليون حاجه ليها لازمه. بداوا في الاول بفكره ان احنا هنفتح دولابنا هنشوف ايه اللي احنا ممكن نكون بقالنا فتره يعني مش بنستخدمه، مش هنقول حاجات قديمه لا هي مجرد تجديد للطاقات اللي موجوده.
وبالفعل دي حاجات، انما ان هتروح بقى لمين وطرق ان نستفيد دي خليها بشكل يعني اعتقد ده مهم جدا انها تكون من خلال طبعا النادي واداره النادي هي تتصرف ايه اللي ممكن، انما فعلا جات لنا جمعيات كتير جدا مجموعه الحاجات يعني كتير جدا خرجت من لجنه المراه من خلال طبعا المبادره اللي طرحت على السوشيال ميديا، وكل بقى اعضاء الاهلي وعائله الاهلي بداوا يشاركوا وحاجات كانت جميلة جدا الحقيقة. بنفس الإقبال بتاع لجنة الطفل ولا النسبة أعلى؟ ما هو ده في بقى يعني سكيل أو في يعني مش بنفس الدرجة قوي، لكن بشكل أوسع انتشارا، لأنه فعلا أنه الناس تطلع كل الحاجات اللي هي مش قادرة تستخدمها أو خلاص ما بقتش تستخدمها، ممكن تكون مصدر سعادة للآخرين. فده كان شيء برضو إيجابي جدا. ما وقفش النشاط في لجنة المرأة على الناحية الخيرية أو المجتمعية دي، لكن كمان احنا فكرنا في حاجة مهمة جدا، أنه ازاي بنطلع برضو مواهب من المرأة اللي موجودة في البيت. فقلنا انه كل سيدة ممكن يكون عندها فرصة انها مبدعة في حاجة، بتشتغل حاجة اللي هي الهاند ميد مثلا، بتعمل كروشيه، تريكو، مشغولات بأي شكل، الاكسسوارز، بتعمل أكلة شكلها حلو جدا. في ناس دلوقتي ممكن بتعمل مثلا قطعة الصناعات المنزلية البسيطة بالظبط كده، قطعة موبيليا عندها في البيت اعادت مرة تانية يعني تدويرها او صيانتها او عودتها مره تانية، فكان دي حاجات جميله جدا. انتوا مش سايبين الهفوه. انتوا مش سايبين اي حاجه. بس دي ما كانتش مسابقه بالشكل زي يعني لجنه الطفل كده، احنا سايبين الموضوع مفتوح ولسه مكمل معانا، لان بتجي لنا حاجات كتير جدا لسه يعني عندنا وقت في لجنه المرأة. الحاجات دي على صفحه المجتمع. بالظبط كده، الاهلي كوميونتي. الاهلي كوميونتي على الفيسبوك. بالظبط كده. طيب لجنه الشباب برئاسه المهندس احمد حسام عوض، والحديث بقى عن الانشطه، وحسب ما تابعت وشفت الفتره الاخيره كان في كورسات بتتقدم اونلاين لشباب النادي واعضاء النادي. لجنه الشباب الحقيقه كلهم طاقه، واخترعوا اولا هم فكره الفيديو كونفرنس، يعني هم بيجتمعوا مع بعض صوت وصوره عن طريق يعني كذا ابلكيشن، فهم متواصلين على طول. وفي اكتر من يعني منح دراسيه او دبلومات او حاجات ممكن قدموها للاعضاء، هي برضو موجودة على الصفحة، ومنصات إعلامية تعليمية ممتازة بالضبط، من حاجات تعليمية وحاجات هوايات وحاجات كتير جدا بيعملوها. وبرضو هقول لك على مفاجآت هم بيجهزوها في رمضان، لجنة الشباب لجنة حاجات الشباب. مفاجآت هتهم الشباب جدا وهيقبلوا عليها بشكل كبير. يعني من جامعة هارفارد الأمريكية، واحدة طبعا من أعرق الجامعات في العالم حسب تصنيف مجلة الفاينانشال تايمز الأمريكية. في بعض انت عارف دلوقتي الدراسات اونلاين دي موجوده في كل حته، فهم سهلوا للشباب، جابوا ازاي انت تقدر تتواصل مع الجامعات دي، زي كمان منصه تعليم امريكيه شامله بتطرح من خلال المنصه العديد من الكورسات. كمان يعني جامعة ستانفورد هي واحدة كمان من الجمعيات الأمريكية المهمة، برضو جبنا من خلال لجنة الشباب طبعا والأستاذ أحمد حسام عوض، أنه إزاي الشباب من خلال النادي الأهلي ومنصة النادي الأهلي يتواصلوا ويبدأوا يدرسوا، طبعا كل واحد على حسب يعني تخصصه. الميزة كمان أن الكورسات قدمت أونلاين مجانا. أيوة بالظبط كده. بالظبط، دي ميزة مهمة جدا، أن الكورسات دي على فكرة تبقى ممكن تستنزف من وقت طويل جدا للشباب، الشباب ممكن ما يكونش قادر عليها. بالظبط كده. بالظبط، هدف ودور بصراحه مميز جدا من لجنه الشباب بامانه. بالظبط، ده لسه بقى مستمر، يعني احنا لسه ما حصرناش نتائج بالنسبه لجنه الشباب مين اللي تقدم، لان ده محتاج وقت، فده برضو احنا مستمرين في ده ان شاء الله باذن الله. طيب اللجنه الثقافيه برئاسه طبعا المبدع والفنان خالد جلال. طبعا هي هنا بقى هنروح للفن بقى والجمال، وبرضو المسابقه لسه ما زالت مستمره. كانت قصة قصيرة وشعر، دي برضو لسه مستمرة طبعا، والإبداع ما زال مستمر يعني. محتاجين وقت إن شاء الله. بالظبط يعني. فلسه اللجنة الثقافية لسه في وقت إن شاء الله، لكن برضو اللجنة الثقافية من خلال كمان اللجنة العليا والمهندس وليد مبروك كان عندهم أعتقد من أجمل وأروع المبادرات أو الحاجة اللي ليها لازمة قوي اللي خرجنا بيها من الأزمة.
كان الدكتور اسامه عشم. بالظبط بجد يا محمد، رفع الحاله المعنويه والترابط الاسري والموارد البشريه جدا جدا. يعني احنا كلنا طبعا في المرحله دي ما فيش حد كبير على الاحباط والاكتئاب وان انت تبقى داون وان انت تحس ان انت عايز حد يمسك ايدك، عايز حد يرفعك لحاله معنويه وطاقات ايجابيه جميله جدا. كان المهندس وليد الحقيقه بروحه وحماسه الرائع جدا، طاقه غير طبيعيه جدا جدا الحقيقه. تواصل مع الدكتور اسامه عشم وكان المفاجاه ان هو رحب جدا، قال ده انا اهلاوي يعني حتى النخاع. وكان فعلا بالفيديوهات بقى عمل سلسله فيديوهات بصفه يوميه جميله، اتكلم جميلة فيها حتى على ازاي دعم الاسره معنويا. اعطى جرعات قويه جدا. انا حتى فيديو من الفيديوهات لما جالي اشعار من صفحه المجتمع للنادي الاهلي لقيت بيتكلم في الطاقه، ازاي يبقى في عندنا طاقه ايجابيه، ازاي الترابط الاسري ده نستغله. بالظبط بالظبط، انه في خمس خطوات تقدر ان انت تقيم كل الامور اللي حواليك، تخرج من اي حاله احباط. انا شايفه ان ده كان من اكبر الاضافات الحقيقه اللي فادتنا كلنا، اعتقد مش بس يعني كلنا على كافه المستويات. وكل حلقه كانت لها عنوان. بالظبط يعني كده. يعني في حلقه من الحلقات انا لفتت انتباهي قوي، سماها بعنوان التحفيز. الحلقه دي هنتكلم عن التحفيز، ازاي نحفز نفسنا في امور ايجابيه في الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. طبعا على فكره يعني من الحاجات اللي بتسمعها من اي متخصص من اي دكتور يقول لك الحاله المعنويه بتاثر بنسبه بتزيد عن 50% في حالتنا الصحيه. صح. طبعا دلوقتي ازمه كورونا العالميه بتجتاح العالم في هوس وفي حاله يعني ترقب شديد جدا، انا ازاي اقوي مناعتي، ازاي اقي نفسي من المرض اللعين ده، ويا رب يعني السلامه لكل الناس. فاحنا بقى عايزين نقوي مناعتنا ازاي، نرفع حالتنا المعنويه ازاي، فاحنا لجأنا المتخصص في كده، واحنا لجأنا له برضه في التوقيت ده. هايل. معانا على التليفون طب هايل دكتور اسامه عشم، استاذ الموارد البشريه والخبير العالمي في التدريب. دكتور اسامه ازاي حضرتك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، اهلا بيك واهلا وسهلا. لجأنا لك في التوقيت المناسب، وزميلتنا الاعلاميه الاستاذ سوى ابراهيم بتتكلم على دورك المجتمعي مع اعضاء النادي وعائله الاهلي في الفتره الاخيره من خلال فيديوهات كان بتصدر رساله ايجابيه وطاقه ايجابيه لكل الناس. ده حقيقي، هي دعوه كريمه من اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي، اللي انا بفخر وبشرف بان انا اكون واحد من افراد العيله دي من ايام بابا الله يرحمه سنه 71. انا النادي الاهلي بالنسبه لي عيله، يعني كان شرف ليا ان انا يعني اكون موجود ضمن الحمله الجميله اللي هم عاملينها بتاعت خليك في البيت ويلا نطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. طيب. وهي فعلا احنا نقدر نستغل قعدتنا في البيت نطلع بحاجات فعلا ليها لازمه. انت البوزيتيف انرجي او فكره ان انت يبقى عندك طاقه ايجابيه، وانت لسه حالا كنت بتقولوا ان استقفاك، يعني حقيقه ان الواحد لما بيحصل له ديبرشن او احباط الاميونيتي بتاعته او المناعه بتاعته بتقل. بالظبط. فاكشلي احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع الموتيفيشن او التحفيز. احنا يعني كتير قوي يعني بيعتمد على ما يسمى بالبرسبشن او المعتقد، نظارتك اللي يقول عليها كده بالظبط، النظاره التي نرى من خلالها العالم، ذا جلاسز وي سي ذا وورلد ثرو. هشوفها ازاي؟ انا لو نظارتي دي غامقه ويعني قاتمه هشوف كل حاجه اوريدي قاتمه. بالظبط. اعتقد ان المشكله في الحاجه نفسها، المشكله في نظارتي انا. انا نظارتي لازم امسحها، لازم انظفها عشان اشوف الحاجه بشكل ايجابي. صح. لان كل واحد فينا نظارته غير الثاني. انا النهارده ممكن اروح ازور واحد في الدور ال 25 الاقي الدور مقطوع، فاقول بص على العماره كلها ان شاء الله مقطوعه، انا لسه هطلع ده كله وامشي. واحد ثاني يقول ايه؟ لا انا هطلع الدور الاولاني وارتاح شويه. ما هو اصل النور هيجي هيروح فين يعني؟ تمام. ما جاش، طلع الدور الثاني وريح، وهكذا. فانت بتعتمد الحكايه على نظرتك انت للامور. حياه اختيارات يا دكتور. يعني في ناس بتقرا ارقام الكورونا كل يوم. بالعكس، يعني شوف كام واحد مات. لا انا عايز اشوف كام واحد في ناس بتخف.
كم واحد خف وكم واحد النتائج ايجابيه لسلبيه. بالظبط كده. اما اقرا الحاجه بشكل ايجابي هو ده اللي هيخليني يعني اقدر اكمل، لان اكشولي الخوف عمره ما هيمنع قدر، لكن هيمنع حياه. هيخليني قاعد طول الوقت عندي مشكله، والمشكله الاكبر ان الموتيفيشن او الدبرشن الاحباط او التحفيز انفكشن عدوى. لما تقابل حد، لما بابا وماما يكونوا مرعوبين وخايفين هينقلوا التوتر ده والدبرشن للولاد. انت انا شايف انها فرصه رائعه صدقني ان احنا نحسن الكوميونيكيشن او الاتصال جوه البيت. بالظبط حقيقي فعلا. توطيد العلاقات الاسريه طبعا. نعيد اكتشاف نفسنا مره ثانيه وعلاقتنا مع اقرب الناس لينا. عارفه حضرتك احنا كنا محدش عارف حاجه عن التاني. طب انا اقول لك حاجه صدقيني حصلت. محدش عارف حاجه عن التاني. يعني ايه بس؟ ان احنا بنفقد الكوميونيكيشن جوه الاسره. اب وابنه قاعدين على سفره طويله جدا. يعني كبيره نسبيا. فالولد عايز الصلاه اللي جنب بابا، فكسل راح بعت له اس ام اس قال بابا اديني الثلاثه من كام. يا نهار ابيض. انت تخيلي يعني احنا تعودنا تمام احنا ما نتكلمش. اكيد اكيد. دكتور ده حاجه لطيفه ابدا. انا بس عايزه اشكر الدكتور جدا. اتفضل. احنا الدكتور اسامه احنا بنشكرك بجد يعني على التواصل الجميل وعلى رد الفعل الكبير جدا ورسائل حضرتك الايجابيه والطاقه الايجابيه اللي يعني الحقيقه خدناها من حضرتك واستفدنا منها جدا، سواء طبعا في الكام دقيقه دلوقتي محمد وانا وكل المشاهدين او كل الفيديوهات يعني اللي احنا بنشوفها كل يوم من حضرتك. انا بالنيابه عن اللجنه العليا وعن كل عائلة الأهلي الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. لا وكمان في نقطة مهمة كمان، وأنا بشكر الدكتور أسامة، هنحتاجه قريب في استئناف النشاط القروي. محتاجين الدفعة الإيجابية والشرح اللي اتقال ده لاستئناف النشاط القروي. طبعا اللعيبة المدربين محتاجين ده في الفترة الجاية عشان استئناف النشاط. كل إنسان محتاج ده. قال لك أنت ال كل حاجة إحنا شايفينها كلنا، لكن كل واحد بيشوفها بقى بعينه. أنت جواك إيه هو ده اللي بيخرج على نظرتك أكيد. للحياة هو ده اللي مهم. اللي الدكتور أسامة اتكلم عليها دي إحنا كمان محتاجينها في الرياضة الفترة طبعًا الجاية. طبعًا. بشكرك يا دكتور أسامة وكل التوفيق ليك، ودايمًا يا رب بإذن الله كده لما يكون النادي الأهلي عنده أفكار للأعضاء وفي أخطر من مجال إن شاء الله الجزء الموارد البشرية ده مهم جدًا في نفسية الشخص أو نفسية الإنسان نفسها خلال أي فترة، سواء في فيروس كورونا، في ظرف اقتصادي، ظرف اجتماعي، ده شيء مهم جدا. طيب سهى، الفترة اللي جاية احنا اتكلمنا على مدار شهر. لا لسه فيك حاجة تانية مهمة إيه؟ برضو جدا بمناسبة كورونا والأزمة اللي احنا كلنا بنعيشها. احنا فكرنا كمان ان احنا نخرج لنطاق المجتمع بشكل كبير. تمام. جيش مصر الأبيض ازاي ان احنا نقول لهم شكرا، اقل حاجة اقل كلمة احنا ممكن نقولها للناس اللي هي في خط المواجهة الاول مع الفيروس بيضحوا بحياتهم. شفنا الحقيقة اكتر من طبيب واكتر من عضو في الأطقم الطبية سواء تمريض وكده. فالمبادرة دي احنا فكرنا ده كان من اللجنة العليا. خرجت المبادرة دي ان احنا نشرك بقى كل الاعضاء عائلة الاهلي في لوجو شعار من خلال النادي الاهلي، ولسه طبعا احنا ما زلنا طرحينه ازاي نقول لجيش مصر الابيض شكرا. فده كان مهم جدا واقل حاجة الحقيقة ممكن انها تتقدم. كمان يعني عملتوا سلوجان حلو قوي. فكره وانت بتدعم جيش بلدك اللي هو الابيض، ارسم رسمه تعبر عن دعمك لاطباء مصر. بالظبط كده. في مواجهه فيروس كورونا، وافضل رسمه، الجزئيه اللي جايه دي بقى مهمه جدا وعجباني بصراحه. افضل رسمه سيتم تحويلها الى شعار لحمله دعم من عائلة الأهلي لأطباء مصر. بالظبط كده. تصادق بقى على شعار زي ده. أنا كمان كان فكرتي إيه إن هو يعني كمان عارف دلوقتي بنشوفها في كتير جدا من وسائل الإعلام ومن كتير جدا من الهيئات والمؤسسات المختلفة، إنه فكرة شكرا جيش مصر الأبيض وكل بقى الرموز. يعني إحنا في النادي الأهلي كم الرموز والنجوم اللي موجودين في المجتمع اللي هم يعني عندهم شعبية جارفة في كتير جدا من الناس، فإنه يكون مثلا بصورة النجم موجود الشعار ده شكرا جيش مصر الابيض، فده هيوصل لقاعده عريضه جدا من الجماهير. طيب اللي برضو فكرة. اللي هيشارك في المسابقه او اللي هيشارك في الحمله
يرسل الرسمه عليها اسمه ورقم عدويته على بريد الكتروني، مظبوط؟ تمام. ده لسه مستمر يعني لغايه الجمعه الجايه. دي لسه مستمره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النقطه الثانيه، في بس حاجه انا عايزه اقولها، احنا بنتكلم على لجنه الطفل ولجنه المراه واللجنه الثقافيه ولجنه الشباب، في كمان عندنا على فكره لجنه الرواد، اهلنا وحبايبنا واجمل حاجه في حياتنا كلنا. لكن طبعا احنا بنقول انه نشاط لجنه الرواد بيحتاج وجود على الارض، وجود في النادي، لان هو كل انشطتهم بقى في ممارسه الرياضه، في اعياد الميلاد، في الحاجات دي كلها. ف يعني احنا للاسف الشديد مش عارفين ان احنا من خلال لجنه الرواد، ويعني ان احنا ان هم يكونوا موجودين معانا برئاسه الاستاذ فؤاد اسماعيل، طبعا بنقدم له كل التحيه، ومنتظرين باذن الله نرجع بقى من فتره الاجازه الاجباريه دي ويكون في نشاط للجنه الرواد. كمان لجنه النشاط الرياضي الترفيهي برئاسه الاستاذ حسين عنان، برضو ده محتاج ايفنتات، وكان دايما بيبقى فيه يوجا، بيبقى فيه نشاط، كل ده فطار بيبقى جماعي بين الاعضاء بعد ممارسه الرياضه، كل ده الساعه 9 الصبح، 9 لانه بيبقوا من الفجر كمان. فده طبعا متاجل. كمان لجنه الاحتياجات الخاصه، طبعا هي كان في اعتذار من الاستاذ محمد فتحي رئيسها، وان شاء الله احنا بصدد اصحاب الهمم بقى والقدرات الخاصه ان احنا نرجع مره ثانيه ان شاء الله بعد فتره التوقف الاجباري ده باذن الله. طيب ده كله شيء مميز جدا، وبجد انا بشكركم عليه، واكيد كل المشاهدين سعداء جدا بالمشهد ده، لان المشهد ده متهيألي خلال الشهر الماضي بسبب موضوع فيروس كورونا محدش اتحرك بالشكل ده. شهر رمضان بقى اكيد الوضع هيكون مختلف، لكن فكرت واشتغلت. تمام. ايه الافكار عندنا اللي جاي؟ بقى مبادره طرحناها برضو، اعتقد لكل مصر، لكل مصر، لانه احنا وطبعا من خلال عائله الاهلي، من خلال الاهلي كوميونتي، لانه احنا طالعين من حاله يعني الناس فيها توتر، في حاجات كتير جدا قلقانه منها. فاحنا قلنا لا، احنا هنفرح، هنعيد يعني هنعلق زينه رمضان في بيوتنا، وقلنا يلا نصور فرحتنا. فاحنا عايزين بقى كل عيله تصور شكل الفرحه جوه البيوت، ونشوف الصور دي، زينه رمضان، زينه رمضان والفرحه بقى والفانوس والكنافه والحاجات الحلوه دي كلها، اي طقوس خاصه برمضان. احنا من خلال شعار يلا نصور فرحتنا هنكون منتظرين المشاركات باذن الله. والصور دي هيتم عرضها على منصات الاهلي الاعلاميه ان شاء الله. ايوه كله طبعا كله موجود بالسوشيال ميديا، يعني ايه كتير جدا. الحاجه الحلوه بقى من خلال لجنه الشباب، قلت لك الشباب كله هيقبل عليها. أوكي. شفنا الفيفا بيعمل دوره بلاي ستيشن، احنا كمان هنعمل دوره بلاي ستيشن. الله. من خلال لجنه الشباب على فكرة. باذن الله. وكمان في كورس للكروس فيت، هنحاول ان احنا نجيب متخصص كبير جدا في الفتره اللي جايه. تمام. برضو عشان يكون في يعني برضو فيت اكتر وطاقه ايجابيه اكتر باذن الله. في اكتر من كده طاقه ايجابيه بجد. انا بشكرك على كل الافكار والمبادرات اللي بتطرح من اللجنه العليا ومن اللجان ومن كل الناس في الدور المجتمع اللي بيتم ده شيء مميز جدا. ده مهم جدا جدا جدا. انا بشكرك يا محمد. بالعكس والله، ده انا اللي بشكركم كلكم على الجهد المبذول ده، وكل اسره المكان الجميل ده واللي خلف الكاميرات وكل الناس اللي موجوده، انا بشكركم على الاستضافه الكريمه دي. العفو. دايما في احسن حال، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا سهى، وكل الشكر والتقدير ليك، وكل التوفيق لكم يا رب الفتره الجايه، وبعد رمضان باذن الله نعمل حاله نشوف إن شاء الله الاخبار كانت ايه. ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله النشاط بقى يستأنف والحياه تعود بطبيعتها باذن الله. ان شاء الله يا رب. متفائلين باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي. شكرا وإلى اللقاء.